بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضراتكم. يوم جديد من البريمو معاكم النهارده، وتغطيه مباراه اليوم، مباراه الزمالك والاسماعيلي، والانتهت طبعا زي ما حضراتكم تابعتوا كل من متابعي هذه المباراه، فوز نادي الزمالك على الاسماعيلي 1-0، وبكده نادي الزمالك بيتاهل للدور الثمانيه من خلال هذا الفوز. طبعا كانت مباراه جميله، مباراه شيقه جدا لكل من تابع هذا اللقاء، وبالتالي يعني هنتكلم في اللقاء والجزء الفني مع كابتن مصر كابتن رضا عبد العال ونجم البريمو الدائم، هيكون في الجزء الثاني من الحلقه. لكن خلينا نبتدي حلقتنا ان شاء الله باهم اخبارنا. فوز الزمالك النهارده 1-0 وتأهله للدور الثمانية، ده النهارده يمكن العنوان اللي احنا بنتكلم فيه والمباراة اللي هنحللها مع كابتننا كابتن رضا عبد العال. لكن خليني اقول لكم، الفوز جه عن طريق ضربة جزاء لأحمد سيد زيزو وضربة جزاء صحيحة، ده تلامس في الكرة لمست ايد مدافع الإسماعيلي والكرة تعادت من كذا اتجاه، ودي حاجة نتمنى انها تحصل عشان ما يبقاش في قيل وقال. أرجو من المخرجين وأرجو من المسؤولين عن إذاعة المباريات يبقوا واخدين بالهم من النقطة دي بشكل كبير جدا، عشان فعلا الكورة ممكن تكون ضرب جزاء وممكن مش ضرب جزاء، ولكن المخرج للأسف الشديد هل هو جزء فني، هل جزء كاميرات، هل هو جزء إيه اللي في الدماغ، وبالتالي ما بتتعادش بالشكل المناسب، عشان في فرق بتظلم وفي فرق يعني ممكن تكون فعلا هي ضرب جزاء والحكم ما يحسبهاش، وبالتالي الفرقه دي برضه بتتظلم. يعني في فرق بتتظلم انها تتحسب عليهم وهي مش ضرب جزاء، وفي فرق بتتظلم وهي مفروض تحسب لها ضربه الجزاء. وبالتالي النهارده الكوره بتاعت الزمالك والهدف اللي تم احرازه من ضرب الجزاء صحيحه، تمت طبعا التلامس في يد مدافع الاسماعيلي، وبالتالي النهارده الشكل الفني للقاء جميل برغم فوز نادي الزمالك. لكن الاسماعيلي يعني بعد الضغوط اللي اتشالت من عليه في الدوري الممتاز وضمان بقائه في الدوري الممتاز بالشكل اللي احنا شفناه، شفنا النهارده مباراه قمه فعلا ما بين الزمالك والاسماعيلي، يعني بتعود باذهاننا لسنين مضت في المنافسه القويه والشكل الفني الرائع ما بين الفرقتين دائما، وحتى الاهلي والاسماعيلي برضه بتبقى بنفس الشكل، وبالتالي الاسماعيلي بيعود مره اخرى الى رونقه يعني شيئا فشيئا. الحقيقه انا مبسوط من الشكل الفني الاسماعيلي، مبسوط برضو خلي بالكم الزمالك يعني زي ما بنقول ايه بيلعب برضو وهو عنده ثقه كبيره جدا في الفتره اللي فاتت في نفسه، واللعيبه واثقه من نفسها وانها عندها قدرات عاليه وتقدر تفوز، وبالتالي يعني برضو انا حاسس ان لعيبه نادي الزمالك في بعض اللاعبين كده عندهم ثقه زياده، وده ممكن اثر عليهم في بعض احيان في المباراه، وخلى الاسماعيلي برضو من خلال الروح المعنويه العاليه والامور الفنيه اللي ارتفعت في الفتره اللي فاتت تبان اكتر في هذا اللقاء. وبالتالي يعني الفرقتين على قد ما قدروا، وكل واحد من اللاعبين سواء هنا او هنا اشتغل واجتهد، وشفنا كميه الجري اللي كانت موجوده، والشوط الاولاني بالذات كنا شايفين هجمه هنا وهجمه هنا، برضه فرص ضايعه من النادي الاسماعيلي، بيتالق حمزه المسلوسي بيطلع كره من جول الجول، وبالتالي طبعا بينقذ نادي الزمالك برضه من هدف التعادل. كره في العارضه للاسماعيلي وهجمات وتسديدات نادي الزمالك، برضه تسديدات وهجمات، وكان في الاخر اللي احنا كنا بنتكلم عليه ان هو كنا نتمنى تبقى مباراه جيده، وحصل الحمد لله انها مباراه تليق باسم الفريقين. كسب نادي الزمالك ويتاهل للدور القادم، دور الثمانية، وبالتالي ماتش حلو. أعتقد جماهير نادي الإسماعيلي برضو، أنا هرجع للإسماعيلي تاني لأن كان في موقف وشكل ما كانش حلو في الفترة اللي فاتت، ومجرد لما التقل نزل على كتافهم، تقل يعني زي ما بنقول كده تقل إن أنت خايف تنزل، خايف يبقى شكلك الموسم ده ممكن الأمور تتصعب عليك، أول ما
مباراة الاتحاد انتهت والفوز والثلاث نقاط والتأهل ووجود نادي اسماعيلي في مركز خلاص يعني يعتبر خلاص الامور انتهت بالنسبه له ان هو باقي في الدوري الممتاز والنقطه 36. شفنا نادي الاسماعيلي النهارده امام نادي الزمالك بشكل مختلف، وان كان زي ما احنا دايما بنتكلم مباراه الزمالك والاسماعيلي والاهلي والاسماعيلي بيبقى ليها طابع مختلف وطعم مختلف واداء مختلف وتركيز مختلف للاعبين سواء هنا او هنا. مبروك نادي الزمالك. طبعا نادي الزمالك بهذا الفوز بيتاهل للدور ربع النهائي، هيلعب النادي المصري، لسه ما تحددش طبعا ميعاد اللقاء. المقاولون العرب هيلعب الاهلي بعد تاهل الاهلي على حساب المقصه بالامس، البنك الاهلي وبيراميدز، دول المباريات المتبقيه في دور الثمانيه. طبعا سموحه تاهل على حساب منتخب السويس وكان اول المتاهلين بعد الفوز 2-0 على منتخب السويس. بنبارك طبعا لكل الفرق اللي وصلت للدور ربع النهائي، وبنبارك لسموحه يعني منتظر الفرق او الفريق اللي هيلعبه ان شاء الله في دور قبل النهائي. هنتكلم بقى على الجزء الخاص بالفنيات مع كابتن رضا عبد العال، لكن خليني ابتدي مع حضراتكم الاخبار. لكن قبل الاخبار اقول لكم بس التصريحات الخاصه بالكابتن حمزه الجمل والكابتن اسامه نبيه الخاصه بما بعد اللقاء بخاصه بمباراه اليوم. طبعا كابتن حمزه الجمل اتكلم على ان الزمالك بطل الدوري والكاس، وان هو عارف ان هو كان بيلعب امام فريق بطل يتمتع بالاستقرار الفني والاداري. ايضا اتكلم على ان الفريق اتقدم كل ما يستطيع، وكان الفريق مهدد بكارثه في الموسم الحالي، ده طبعا بيتكلم على الفتره الماضيه، لكن في الوقت الحالي الجماهير الاسماعيلي اكثر راحه بعد تفادي الهبوط للدوري درجه ثانيه. اتكلم على اللقاء ان كان الاسماعيلي اكثر استحواذا وضغطا على نادي الزمالك، ووصل بغزاره لمرمى الزمالك في اكثر من مره، ولكن التوفيق كان هو سيد الموقف في هذه الكرات. لعب على الاطراف، كان بيتكلم ان اعتمد على الاطراف بشكل كبير ونجح في ايقاف هجوم نادي الزمالك، وكان اللاعبين في تمركز جيد، وايضا اتكلم على ان هو فخور بلعبته اليوم وفي الفتره اللي فاتت، وطبعا وبالاخص في المباراه الاخيره امام الاتحاد قبل طبعا مباراه الكاس. كابتن اسامه نبيه اتكلم ان مباراه الاسماعيلي دائما بتكون صعبه ايا كان موقف الفريقين، وبالتالي النهارده الموقف مختلف كمان ان مباراه كاس، وبالتالي ممكن يحصل مفاجآت، وهنا صعوبة اللقاء بالنسبة لمباراة الزمالك والإسماعيلي النهاردة. الهدف الأساسي بالنسبة لنادي الزمالك هو استمرار سلسلة الانتصارات، وبالرغم اختلاف البطولة والنهاردة الفوز تحقق يبقى ده النجاح للفريق. اتكلم على ان نادي الإسماعيلي خاض خاض المباراة بدون اي ضغوط، وان الامور بالنسبه له افضل من فترات سابقه، واتكلم طبعا عن الروح المعنويه كانت مرتفعه جدا عند فريق الاسماعيلي، وبالتالي طبعا هو اللي صعب الموقف بشكل كبير اكتر على لعيبه نادي الزمالك وعلى نادي الزمالك النهارده. اتكلم على جزء ونقطه مهمه جدا هو غياب الجماهير عن المباراه النهارده، واثر بشكل كبير جدا على اداء اللاعبين سواء بقى الزمالك او الاسماعيلي والاجواء داخل الملعب، وان جماهير نادي الزمالك هي مصدر طاقه للاعبين. دي التصريحات الخاصه بالكابتن حمزه الجمل المدير الفني لنادي الزمالك، كابتن اسامه نبيه المدرب العام لنادي سوريا النادي الاسماعيلي طبعا كابتن حمزه الجمل وكابتن اسامه نبيه المدرب العام لنادي الزمالك. دي التصريحات. خلينا نبتدي مع حضراتكم بقى الاخبار الخاصه بنادي الزمالك، وعندنا عده اخبار ايضا بنادي الاهلي. احنا بنتكلم على بعض الامور اللي ممكن تكون في نادي الزمالك، ان كان في كلام ان يعني تصريحات خاصه بالمستشار مرتضى منصور والاداره نادي الزمالك ان موقف ابو جبل لم يحسم بشكل كبير، وان فريرا هو المسؤول الاول والاخير عن بقاء ابو جبل من عدمه. ولكن يعني في الاخر واضح جدا ان الراي العام الزملكاوي يعني فكره وجود ابو جبل مره اخرى يعني مش حابينها، بعد يعني ما كان يعني الامور بالنسبه لابو جبل ان هو واحد من ابناء نادي الزمالك والجماهير حباه والامور بالنسبه له عندهم ثقه كبيره بيه، لكن الموقف الخاص بيه بالتجديد والمماطله في وقت من الاوقات خلت ان جماهير نادي الزمالك رد فعلها في رجوع ابو جبل مش جيد، وبالتالي طبعا في الاول وفي الاخر الاداره قالت ان الموقف في ايد فريرا المدير الفني لنادي الزمالك. طيب نادي الزمالك بيقترب من صفقه سنغاليه، اللاعب ابراهيم النداي لاعب لوزيرن السويسري، واحد من اللعيبه اللي ممكن يكونوا جيدين في مركز ممكن يكون نادي الزمالك محتاجه، وهو الجناح الايسر بعد رحيل اشرف بن شرقي. اللاعب يعني خلال ساعات هتكون الامور
توضح بشكل اكتر لنادي الزمالك. نادي الزمالك عنده كذا يعني ملف في الصفقات في كل المراكز تقريبا، بنتكلم على الجناح الايمن والايسر والباك رايت والباك ليفت وقلب الدفاع ونص الملعب طبعا بعد رحيل طارق حامد، وبالتالي طبعا في عده ملفات خاصه بالصفقات في الفتره القادمه. ايضا في ثنائي اجنبي نادي الزمالك يعني بيستقر على التعاقد معهم في الفتره القادمه، يعني احنا بنتكلم على بديل لاشرف بن شرقي، وده اللي انا بقوله الثنائي يعني يكونوا متواجدين في الفتره الجايه، يكونوا بديل لاشرف بن شرقي. وفي حاله رحيل ايضا بعض اللاعبين في نادي الزمالك يكونوا موجودين الاثنين دول، واحد يمين وواحد شمال، احنا بنتكلم في الباك رايت والباك ليفت، دول اللي ممكن نادي الزمالك معتمد عليهم بشكل كبير ان هم يكونوا موجودين كلاعبين اجانب في المنطقتين دول. دول بالنسبه لنادي الزمالك. في امور اخرى خاصه بنادي الزمالك برضه هقول لحضراتكم عليها، الامور اللي ممكن يكون مهم جدا لنادي الزمالك هي الاستقرار الخاص بالفريق، والامور اللي ممكن تكون بالنسبه للاعبين المكسب، وده اعتقد اهم شيء بيحصل لنادي الزمالك بالارقام والامور الخاصه بنادي الزمالك. انا هقول لكم عده ارقام خاصه بنادي الزمالك تكون بعد مباراه اليوم والفوز النهارده بالنتيجه 1-0 في المباراه والبطولات كلها، يعني احنا بنتكلم على بطولات جميعا لنادي الزمالك. يمكن الزمالك اخر 15 لقاء، وده طبعا زميلنا خالد طلعت اتكلم عليها او كان كاتبها طبعا عشان بس بنشكره عليها، في اخر 15 لقاء في كل البطولات الزمالك فاز 14 لقاء وتعادل مباراه واحده بدون اي هزيمه، احنا بنتكلم في جميع البطولات. في اخر 11 لقاء في كل البطولات فاز في 11 لقاء متتالي، وده شيء برضو جميل وبيعبر عن مستوى الفني بالنسبه لنادي الزمالك والفريق ككل. اخر 9 مباريات يمكن نادي الزمالك ما جاش فيه غير هدفين وخرج بسبع مباريات كلين شيت، اخر 9 مباريات ايضا سجل 21 هدف ودخل مرماه هدفين زي ما قلت لحضراتكم، بالتالي ده مجموعه من الارقام بالنسبه لنادي الزمالك فيها جزء كبير جدا من الاستقرار الفني والاستقرار الاداري. طيب دي الاخبار الخاصه بنادي الزمالك، خليني مع حضراتكم برضو اخبار النادي الاهلي، ان يعني احنا بنتكلم على برضو الصفقات زي ما اقول لكم الامور بتقترب من نهايه الموسم، وبالتالي كل الفرق مش الاهلي والزمالك فقط، الامور بالنسبه لهم يعني بيشوفوا اللاعبين وبقى مين اللاعبين اللي هيجوا مين اللاعبين اللي هيمشوا، تقارير ممكن تكون موجوده من المدير الفني عشان احتياجاته، حاجات كتير جدا. لكن خليني اقول لكم الاهم بقى بالنسبه للنادي الاهلي، كنت قلت امبارح خبر خاص بان النادي الاهلي بيقترب بشكل كبير جدا من التعاقد، وفي الفتره دي هي في يعني مرحله تفاوض مع المدير الفني لمنتخب المغرب السابق خليلوزيتش، واحد من المدربين اللي عملوا شكل مختلف لمنتخب المغرب لولا طبعا بعض المشاكل مع اللاعبين في المنتخب المغربي، كان الراجل ده يكمل وكانت في مطالبه جماهيريه ان هو يمشي بسبب بعض اللاعبين اللي ممكن ما اختارهمش مع المنتخب المغربي. وبالتالي شركة الكورة شايفة من وجهة نظرها ان سواريش ما يكملش ويكون الراجل ده هو البديل في الفترة اللي جاية. كان في مكالمة وكانت يعني كلام ما بين الأستاذ ياسين منصور وكابتن حسام غالي، وطبعا كان بالاتفاق مع كابتن محمود الخطيب بالتعامل والتفاوض مع هذا الرجل، وكانت في مكالمة عن طريق الفيديو كول وتقنية الزوم مع هذا المدرب البوسني خليلوزيتش، والتعرف على طلباته ايه وان هو محتاج ايه وايه يجي ازاي وايه المقابل المادي اللي ممكن يجي بيه النادي الاهلي. لكن هقول لكم ان النادي الاهلي وعرضه العرض بتاع النادي الاهلي لهذا المدرب، ان النادي الاهلي عارض عليه راتب شهري 150,000 دولار بالاضافه للاستعانه بثلاث مساعدين في الجهاز يختارهم بقى هو من وجهه نظرهم، ويكون في عنصر برضه مصري في الجهاز الفني وهو الاقرب كابتن سامي قمصان ايضا وبقائه في هذا المنصب. طب الناس هتقول لي طب والراجل سواريش ده اللي لسه جاي هيعملوا فيه ايه؟ هيمشي ازاي؟ انا بقول لكم ان في بشكل كبير جدا عدم اقتناع بسواريش، ولكن
برضو عشان النادي الاهلي نادي كبير، وعارف ان ممكن النجاح ما يكونش بالشكل الكبير لهذا المدرب برغم الفتره اللي ممكن قصيره، وزي ما انتم شفتوا كده الراجل وهو جاي قال يا جماعه انا هاجي اخد الدوري، انا جاي مع النادي عامل مشروع واخد الدوري وانا بوعدكم بالبطوله، لكن في بند في عقد سواريش، وده اللي يمكن النادي الاهلي بيعتمد عليه، هو يمكن برضه ذكاء من اللي بيتعاقد مع سواريش في العقد، ان الامور بالنسبه له لو النادي الاهلي ما حصلش على بطوله طبعا الامور بالنسبه للنادي الاهلي في الدوري صعبه جدا، يعني من وجهه نظر الجميع طبعا من خلال التحليل الفني والشكل اللي فيه نادي الزمالك وما توقع من مباريات، ان في شرط جزائي ان في حاله عدم الحصول على بطوله الدوري او اي بطوله يتم فسخ التعاقد بالتراضي، وبالتالي كده الامور محلوله لسواريش. عشان لو انا هجيب خليلوزيتش، في ناس هتطلع تقول لك اللي انت بتقوله ده الراجل اتظلم الراجل ما اتظلمش، لا في امور ممكن تكون باينه في امكانيات مدرب، اعتقد لغايه دلوقتي باينه جدا ان مفيش اي اضافه لاي شكل من الاشكال بالنسبه للمدرب الحالي سواريش، ويمكن السي في بتاعه البعض اتكلم عليه ان هو النادي الاهلي اكبر بكتير من المدرب سواريش، وبالتالي النادي الاهلي محتاج حد يكون اقوى، حد يكون فاهم اكتر، عنده قدره، عنده شخصيه، عنده سي في محترم، عارف قدره النادي الاهلي وايه احلامه، وبالتالي اعتقد ان الشكل بيقترب بشكل كبير للاستغناء عنه، وفي نفس الوقت التعامل مع او التعاقد مع مدير فني كبير زي خليلوزيتش. ده بالنسبه ليه الامور الخاصه بالمدير الفني بالنسبه للنادي الاهلي. طيب في امور ممكن تكون في جوه النادي الاهلي، لما جه الراجل سواريش قال لك انا اي حد هيروح اي يعني مكان تمرين اخر غير النادي الاهلي هخصم منه مبلغ مالي يوصل ل 250,000، لو تتذكروا الخبر ده. في بعض اللاعبين ما يعني ما اعرفش بقى يعني هل هم قاصدين ولا على اتفاق مع المدرب، ابتدوا يلجأوا الى مراكز خارج النادي الاهلي لتسريع العلاج، او ممكن يكون كمان للراحة اكتر، في طبعا بعض الاجهزة وبعض الالات اللي ممكن تكون مش موجودة جوه الاهلي موجودة في اماكن اخرى في مراكز اخرى صحية تسرع الريكفري بتاع اللاعبين. وبالتالي هل هنا الكلام اللي قاله الراجل في الاول ان مفيش لعيبة تطلع برة وتتمرن برة او تروح في اي مكان برة غير النادي الاهلي، ايه الموقف؟ هو الراجل كان قال لك 250,000 جنيه لكل لاعب ممكن يخرج بره النادي الاهلي يروح يتمرن في اي مكان تاني غير النادي الاهلي، وبالتالي طبعا ده موقف الثلاث لاعبين هو رامي ربيعه ومحمود متولي ولويس ميكسوني، دول الثلاث لعيبه اللي خرجوا وابتدوا يشتغلوا في مراكز مختلفه بالنسبه للاعبين. طيب في عرض جديد من النادي الاهلي لمحمد صبح، في الفتره اللي فاتت كان في تفكير عند اداره النادي الاهلي في استخدام حارس مرمى جديد وقوي وشاب في نفس الوقت. مين هو؟ محمد صبحي. الكلام على محمد صبحي لعب بنادي فاركو، وان الامور الخاصه بيه في اعارته وتفعيل بند الشراء هو 20 مليون جنيه يدفعهم فاركو للزمالك، وبالتالي يبقى ملك لفاركو ويقدر بقى يكمل معاهم يشتري نادي اخر ويدفع فلوس اكتر. ده الوضع اللي ممكن بيستند عليه النادي الاهلي، وبالتالي زود العرض النادي الاهلي لنادي فاركو 30 مليون، نادي فاركو يدفع 20 وياخد ال 10 ويبقى كده تمام زي الفل، وبالتالي يكون محمد صبحي في الحاله دي للنادي الاهلي، مع اضافه ان يعار مصطفى شوبير الى فاركو، وتكون الامور دي هي اللي بتحسم الصفقه بالنسبه للنادي الاهلي، يعني مقابل ان محمد صبحي يبقى موجود في النادي الاهلي. ده الشكل الخاص بالموقف الحالي لمحمد صبحي. طيب خلينا نروح لواحد من نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي السابقين واخد رايه في مباراه الكاس. يمكن شفنا امبارح مباراه الاهلي والمقاصه، شفنا النهارده الزمالك والاسماعيلي، واكيد الشكل بيبقى مختلف لهذه البطوله بالرغم ان احنا لسه يعني منذ شهور بننتهي من بطوله كاس مصر القديم، والنهارده بطوله مصر كاس مصر الجديد، والدوري لسه طبعا بيشتغل، عندنا الاسبوع الجاي طبعا كله مباريات الدوري، لكن خليني اخد راي كابتن كشري في مباراه الامس والنهارده. كابتن كشري تحياتي ليك.
حبيبي يا كابتن فاروق، ازيك تحياتي ليك. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله، الله كله يخليك تمام يا عبد، الله كله يخليك. تمام. اخد رايك في مباراه اليوم كابتن، رايك في مباراه الزمالك واسماعيلي النهارده، شايفها فنيا يعني تديها كام من 10؟ هل هي تحت فوق المستوى المتوسط؟ هل هي الامور بالنسبه لنادي الزمالك ونادي اسماعيلي؟ شفت نادي اسماعيلي برضو النهارده عامل ازاي؟ اخد رايك في كل التفاصيل دي. والله مباراة الزمالك والإسماعيلي كان يعني أنا شايف المباراة، نادي الإسماعيلي قدم مباراة جيدة قدام نادي الزمالك، ونادي الزمالك يعني بيعيش نشوة الانتصارات وما فيش ضغوطات، وقريب من بطولة الدوري ولسه حاسم الكاس واخد الكاس، فبالتالي يعني معنويات لعيبة الزمالك يعني كويسة، وأنت عارف لما الأمور تبقى ماشية تلاقي المباراة تطوعك يعني. صحيح. الزمالك قدر يعني بخبرات برضه لعيبته إن هو يخلص المباراة، رغم إن الإسماعيلي ليه أكتر من فرصة يعني كانت ممكن تحرز أهداف، يعني قدموا مباراة جيدة برضو نادي الإسماعيلي وأداؤه اتطور، فمباراة يعني نقول مباراة فوق المتوسط أو يعني مباراة كويسة، بس يعني في الآخر نادي الزمالك يعني هو الأميس الفترة الأخيرة وبيكسب الأمور ماشية معاه، فمباراة كاس قدر إن هو يحسمها زي ما قلت لك بخبرة لعيبته. صحيح. طيب بالنسبة لمباراة الأمس يا كابتن، مباراة الأهلي والمقصة والفوز اللي يمكن جه في آخر دقائق من خلال ضرب الجزاء أيضا، يعني الأهلي بيكسب امبارح بضرب الجزاء، النهارده الزمالك أيضا بيكسب بضرب الجزاء، شايف المستوى الفني والشكل الخاص بالنادي الأهلي وفوزه على المقصة امبارح، شايف المباراة كانت إزاي برضه؟ للأمانة فاروق يعني أنا يعني بصراحة يعني حزين على أداء النادي الأهلي، يعني مجلس الإدارة شال الضغوطات من على اللعيبة وعلى المدير الفني وقال يدفع بالناشئين، فبالتالي خلاص يعني امورك في الدوري محسومه، انت تقدر تجهز للي جاي بدون ضغوطات عاليه. بصراحه اداء كان سيء للامانه، يعني انت بتلعب فريق المقاصه، مع احترام الفريق المقاصه فريق اضعف فريق في الدوري، ودخل المباراه وهو مريح حتى اللعيبه اللي كانت بتلعب معاه او ما لعبوش، يعني تخيل مثلا في ثلاث اربع لعيبه اساسيين كانوا بيدوا شكل للفريق مش موجودين، بدا برضه المقاصه تلعب لوجوه جديده وناشئين، فالنادي الاهلي فين؟ يعني ما ينفعش ان انت تكون بتلعب مع فريق يعني هابط للدرجه الثانيه، فريق ما عندهوش امال، ما بيبنيش امال على حاجه، بيلعبك وهو معنويا مش موجود، وبيلعب ناشئين وانت كنادي اهلي وبتلعب في ملعبك ووسط جمهورك وعندك خبرات. لا بصراحه انا للامانه فاروق ما شفتش اي حاجه في الملعب تدل ان احنا يعني في شكل او في طب عايز اسالك سؤال يا كابتن، هو ده ممكن ما يكونش طبيعي، يعني طبيعي في عمليه التجديد والاحلال اللي بيحصل في النادي الاهلي ان يبقى الشكل كده وفي الاخر انت بتكسب؟ لا فاروق لا لا خلينا نكون واقعيين، بتكسب انت، كسبت برضه يعني امبارح بضرب الجزاء في اخر دقيقه وانت ما كنتش يعني الافضل في المباراه قوي، يعني الفرقه واقفه ما فيش فرص وما فيش ما فيش لعيبه، يعني ما فيش شكل، ما فيش اسلوب، ما فيش تكتيك، ما فيش كوره بتشتغل عليها، ما بتهاجمش من جبهه، ما بتلعب مباراه بتلعب بثلاث مدافعين في القلب ورا، وانت بتلعب المقاصه ما عندهاش خطوره هجوميه، يعني وانت بتعادل المفروض ان انت تشيل واحد من الناس الثلاثه اللي ورا وتدفع بلاعب في نص الملعب على الاقل او مهاجم، لان انت بتستحوذ على الكوره طوال المباراه، فيعني لا في حاجات يا فاروق انا يعني اسف ان انا بقول كده، انا اول مره اتكلم، انا منتظر اشوف حاجه من سواريش، بس لحد دلوقتي انا ما حسيتوش. يعني قدرت تقيمه كابتن في الفتره دي ولا لسه برضه؟ والله لو قيمت على الفتره دي طبعا الله يصلح للنادي الاهلي، يعني لكن انا بقول ايه برضه عنده لسه كام ماتش جايين، نقول لما ينتهي الدوري مع الكاس نقدر نقيم الراجل كويس، بس يعني لحد دلوقتي يعني قول لي ايه الاضافه اللي اضافت للفريق؟ مفيش. تغييرات في كل مباراه كتيره، بتلعب مباراه الاتحاد وشكلك كويس وبتكسب بنتيجه، في المباراه اللي بعده بتغير مجموعه كبيره، ممكن تكون المصري افضل لكن انت برضو اللعيبه ما بتديهاش الثقه، تغييرات احيانا مش محلها، يعني مثلا المباراه بتاعت اعتقد المصري او يعني مش فاكر ان المباراه محمد هاني بينزل بيجيب محمد هاني باك ليفت وبيودي المصري كابتن، المصري المصري، يعني انت مش عارف حتى اللعيبه اللي عندك بتلعب ايه في ايه، يعني في حاجه غريبه. وكريم يعني فؤاد كان بيلعب باك ليفت امبارح برضه، ما طيب ما هو ده الطبيعي انه كان يلعب كده في ماتش المصري، لكن انت بتجيب محمد هاني اللي عمره ما راح ناحيه الجبهه الشمال، وكريم اللي اصلا جه النادي الاهلي عشان يشتغل على الناحيتين يغطي المكانين، حاجات يعني انا اسف ان اقول كده. كابتن كابتن كشري، لو احنا بنتكلم كده وبنستطلع الراي،
هل انت مع بقاء المدير الفني ولا يعني استمراره للموسم القادم ده ممكن يكون انت شايف ان هو مش في مصلحة الاهلي؟ يا فاروق خلينا نكون واقعيين، انا راجل مدرب ما احبش ان انا يعني اجي على مدرب، لكن انا عايز اشوف حاجه. انت ماسك النادي الاهلي، مع احترامي النهارده المدرب الاجنبي اللي بيجي مصر فارق ايه عن المدربين؟ انت لو قيمت سواريش مع نص مدربين او ثلاث ارباع مدربين الدوري المصري هتلاقيهم افضل منه. فالنهارده انا جايب مدرب اجنبي ليه؟ لا 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 شكل تكتيكي، لا 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 روح في الملعب، لا تغييرات في محلها، لا تشكيل متناسق مع بعضه، لا كور ثابته بيشتغل عليها، لا طريقه لعب معينه، لا اسلوب هجومي. انا بصراحه ما شفتش الكلام ده للامانه، وانا اول مره بقول الكلام ده لان انا زعلان. انا من ابناء النادي الاهلي وكنت لاعب في النادي الاهلي، فاحب اشوف فرقتي حتى لو ما بتكسبش يبقى شكلها حلو وليها اسلوب عشان اثق ان هي المباراه اللي بعدها تكسب. لكن لا بالوضع ده لا لا، يعني انا شايف ان صعب ان هو يكمل في النادي الاهلي بالوضع ده، لان انا ما شفتش اي حاجه اقدر اقيمه انه مدرب عنده اي حاجه. يعني انا اول مره اقول الكلام ده، بس فعلا انا بعد بتفرج على الاهلي بيلعب المقاصه، فرقه نازله مع احترام المقاصه اضعف فرق الدوري، وبتلعب بشويه ناشئين ومش عارف تخلق فرص عليهم، مش عارف تدير المباراه، وفرقه ما بتهاجمكش وبتلعب بثلاثه في القلب ورا، وطوال المباراه ما فيش تغيير حتى في الشكل في الاداء في اللعيبه. لا يعني لا لا ده مش النادي الاهلي، مع احترامي يعني اي مدرب مصري طيب. يعني افضل سواريش في كابتن كوشر، انت عارف طبعا ان انا كنت اتكلمت فيها ان ماتشات زي كده هي فرص لبعض اللاعبين اللي ممكن في تفكير في الاستغناء عنه، وفرص كمان للاعبين الناشئين. هل شايف في جزء منهم استغل هذه الفرص ولا لسه؟ لا انا شايف اللي استفاد من الفرص دي الولاد الناشئين، هم اللي شكلهم افضل، لكن اللعيبه الكبيره او اللعيبه اللي الواحد كان متوسم فيها خير ان هي يعني تشيل النادي الاهلي في المواقف الصعبه لحد دلوقتي، لا في لعيبه عليها علامه استفهام كبيره، بتاخد مباريات كتيره، ما فيش اي حاجه، يعني ما فيش ما يعني هنقول ايه، لو مهاجمين مش شايفين بتخلق نفسك كره، مش شايفين بتجيب الكره اللي بتجيلك. فانت النهارده بعض اللعيبه برده موجوده مش مؤثره، فلا طبعا الاهلي عايز يغير لعيبه، وعايز يجيب شخصيه النادي الاهلي، عايز يجيب لعيبه شخصيه النادي الاهلي. وبعدين ده انا شايف ان الفتره دي تقييم للعيبه والمدرب للاثنين، يعني مش للمدرب فقط لا غير، يعني او مش للعيبه بس، يعني شوف اللعيبه وشوف المدرب. طيب لو لو, لو لو انت كابتن بتحط اسماء كده اللي هم مش موجودين السنه الجايه، بتشوف مين اللي كانوا موجودين في الملعب امبارح؟ والله يا فاروق انا مش عايز اقول اسماء يعني، لكن واضحه الامور، يعني واضحه في لعيبه انت مش حاسس ان عندك خط هجومي خالص في النادي الاهلي، فبالتالي خط الهجوم المجموعه اللي بتلعب الفتره الاخيره دي مش مؤثره نهائي، مفيش اي حد فيهم لافت الانظار، مفيش حد فيهم شال الفرقه في ماتش ولا ماتشين، فبالتالي في لعيبه كتير في لعيبه مستواها مش ثابت، في لعيبه كتير، يعني انا لو كلمت هقول مش اقل من 10 لعيبه تغادر النادي الاهلي، مش اقل من 10 لعيبه بدون طبعا يعني لا في لعيبه ما تلعبش في النادي الاهلي يا فاروق، مش النادي الاهلي ده، احنا مفيش اي شكل، مفيش اداء، مفيش روح، مفيش تنظيم، مفيش اسلوب. انا اول مره اقول الكلام ده وبدافع دايما عن النادي الاهلي. طب ما دام اول مره كابتن قول لي الاسماء اللي انت شايفها ان هي مفيش الروح بتاعت النادي الاهلي، يعني اصل برضه في الاخر انت واحد من نجوم النادي الاهلي وبالتالي يهمك المصلحه العامه بالنسبه لك. يعني لا يعني مثلا بيكسوني لا يناسب النادي الاهلي تماما خالص، يعني بيرستاو برضه لو ما بيلعبش بيلعب على سطر وعلى طول مش موجود وما اعرفش مشكلته ايه، فبالتالي انا شايف ان هو خلاص اجيب افضل منه. رصاد حربه في النادي الاهلي حاليا عليهم برضه علامه استفهام، صلاح محسن كابتن يعني، وحسام حسن، محمد هاني برضه، محمد هاني في ايه؟ انت بتلعب بقالك سنين يا هاني، مالك في ايه انت هتبقى تاخد الثقه في النادي الاهلي؟ يعني الواحد عندك امكانيات وقدرات عاليه جدا بس ما بتظهرش في المباراه، يعني انت باك رايت سريع وعندك التحامات كويسه وكورتك كويسه، يعني فين الكلام ده؟ ما بيظهرش في المباراه. برضه محمد هاني انت كمان يعني عليك حمل اكبر ان انت بتلعب من زمان، انت مش جديد. محمود وحيد مثلا في النادي الاهلي، محمد محمود يخرج يلعب اعاره او خلاص، لانه برضه الراجل واضح ان هو ما بيديهوش مباراه زي دي، بيديله في اخر 10 دقائق فخلاص، يعني الامور بالنسبه له في مشاكل، يعني في لعيبه كتير مش عايز اقول، برضه في لعيبه كانت بتلعب وبرضه ادائها السنه دي سيء جدا، يعني ايمن اشرف برضه مش ايمن اشرف بتاع المواسم اللي فاتت، في لعيبه كتير. انا شايف ان اللعيب اللي كان شايل المباراه امبارح اليو ديانج هو اللي موت نفسه في المباراه
وممكن يتصاب منك، لانه اليو ديانج من امتى بيلعب 6 و8 و10؟ ده هو اللي بيهاجم، هو اللي بيباصي، هو اللي بيشوط. لا، الراجل ده بيجي بيلعب 6، لو لعب 6 هيفرق معاك جدا. فين الناس اللي قدام؟ فانا شايف ان الاهلي لا، محتاج تغيير في اللعيبه، محتاج، لان انا اخاف على النادي الاهلي من هو يوصل في فاينل كاس مع الزمالك بالشكل ده. لا، الزمالك افضل. يعني انت بتتكلم على بطوله عايز تاخدها، لا بالشكل ده انت بقى مش باين لك معالم، لا في شكل فرقه ولا في شخصيه لعيبه. فيعني لا، انا اول مره اقول الكلام ده. لا طبعا، انت يهم جماهير النادي الاهلي ان اولادها لما بيجوا يتكلموا المصلحه العامه بالشكل اللي يكون يعني في عمليه تنبيه يعني. اكيد. والمعلش مع احترامي، انا شايف بعض المدربين الاجانب بيجوا اقل من المدربين المصريين، والله والله العظيم اقل. كنت مع استمرار سامي حتى على الاقل من نهايه الموسم كابتن؟ كان طبعا على الاقل الراجل يستمر لنهايه الموسم. وبعدين انت في اجانب، احنا لو قلنا موسيماني الراجل خد بطولات مع الاهلي، لكن اللي في النادي الاهلي ده برضه من اخطاء موسيماني. يعني برضو حمل التدريبي ما كانش كويس، واجازات كتيره. النهارده ما عندكش فرقه كامله مش موجوده، فمعلش يعني ما لو مدرب مصر مش هيعمل كده. يعني المدرب الاجنبي جاي اهو من البرتغال وعامل النهارده ما فيش اي حاجه. يعني انا عايز اشوف له حاجه، والله انا قاعد، انا نفسي يبقى كويس، نفسي اقول ان هو المدرب ده يعني كويس، بس لحد دلوقتي ما فيش حاجه ابني عليها. تمام كابتن، حاجه اتكلم عليها. كابتن كشري انا بشكرك حبيبي والله. حبيبي يا كابتن فاروق، ربنا يخليك، بتنورني وتشرفني. ودايما يعني كابتن كشري من الشخصيات المحترمه اللي قلبها صافي، بيقول الحاجه للمصلحه العامه بالنسبه ليه، حبه ويعني تقديره للنادي الاهلي وفريق النادي الاهلي، يتمنى يشوفه في افضل حال. كابتن كشري طبعا بشكره شكرا جزيلا. خليني اطلع لفاصل، بعد فاصل بقى ان شاء الله كابتن رضا عبد الله هيكون معايا، وكلامنا عن مباراه اليوم، مباراه الزمالك والاسماعيلي ان شاء الله. سيطرت حالة من الغضب على جماهير النادي الأهلي بسبب مستوى الفريق فنياً تحت قيادة البرتغالي ريكاردو سواريش، خاصة بعد الفوز الباهت على فريق مصر المقصة بهدف نظيف في مباراة دور الـ16 ببطولة كاس مصر، والتأهل بصعوبة لدور الـ8، واللي زاد قلق جماهير ومسؤولي النادي الأهلي على فريق الكرة تحت قيادة البرتغالي ريكاردو سواريش إن الفريق بيفتقد الأداء الجمالي والخططي داخل أرض الملعب، وبيحقق الفوز في أي لقاء بمجهود فردي لبعض اللاعبين مش نتيجة عمل جماعي، بيرجع للمدرب الجديد اللي تولى المسؤولية الفنية خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني. وخاض المارد الأحمر تحت القيادة الفنية للبرتغالي سواريش اللي تم التعاقد معاه بداية من يوليو الماضي 11 مباراة، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 6 مباريات، وتلقى الهزيمة في مبارتين، وتعادل في 3 مواجهات، وجمع الأهلي مع سواريش في 9 مباريات في الدوري 15 نقطة بعد الفوز على كل من فيوتشر والجونة ومصر المقصة والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي، وخسر 9 نقاط بسبب الهزيمة بنتيجة هدفين نظيفين أمام بيراميدز، وتعادل أمام كل من فاركو والمقاولون العرب والجونة. وسجل المارد الأحمر تحت قيادة سواريش خلال الـ 11 مواجهة 14 هدف، بواقع 10 أهداف في بطولة الدوري و4 أهداف في بطولة كاس مصر، ولم يستقبل دفاع الأهلي مع البرتغالي سوى 4 أهداف، بواقع هدفين من بيراميدز في الدوري وهدفين من الزمالك في نهائي كاس مصر اللي خسروا الأحمر بفارق هدف وحيد لصالح الفارس الأبيض. وبتعد هذه النقطة أبرز ما طوره سواريش مع فريق الأهلي منذ أن تم التعاقد معه. طيب مكملين مع حضراتكم، كابتننا الكبير كابتن رضا عبد العال برحب بيه طبعا، ودايما بنستمتع بيه في البريمو. كابتن رضا برحب بيك كابتن. حبيبي يا رؤى، ازيك؟ مبارك نورك. الحمد لله رب العالمين، ازي صحتك؟ عايز اقول لك الماتش النهارده كان ماتش حلو. الشوط الاول الشوط الاول فرقتين عاملين ماتش كويس، بس الاسماعيلي اعلى. بس انت قلت لي برده الشوط الثاني كان برده يعني، بس فرقه نادي الزمالك يعني في بعد ما طبعا ما ضمنوا المكسب بيلعبوا على الهجمه المرتده، بس ما نفذوهاش زي الماتشات اللي فاتت. كان كل الاستحواذ وكل الخطوره جايه من ناحيه الاسماعيلي.
انما الشوط الاولاني كان في نديه، في فرص ضايعه هنا وهنا، في ضرب الجزاء. تشكيله الزمالك النهارده كانت مناسبه للقاء كابتن؟ لا. ايه 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 اللي ممكن يكون فيه مشكله في تشكيله الزمالك مش مناسبه ليه يا كابتن؟ يعني ما ال ال لغايه الحته اللي قدام بس يوسف اوباما وكان حازم. حازم بقاله فاطمه ما بيلعبش، واوباما بقاله 3 سنين ما جاش او 2.5 سنين، فمفروض كان لازم يبدا بنيمار ناحيه اليمين وناحيه الشمال. لو عايز تبدا ابدا بيوسف اسامه من الاول. بيدي فرصه لاوباما برضو يرجعه مره ثانيه يا كابتن؟ ما بيرجعش اهو، ما المشكله ان ما مش قادر يرجع، دي مشكله. ايه بقى من وجهه نظرك كابتن؟ ما تعرفش، هل بقى ان هو ما بيتمرنش، هل ان هو ده هو ما بيلعبش ومجهد، يعني هو ما بيلعبش ومجهد ومريح كل الفتره اللي فاتت دي. طب امتى يعني هترجع لمستواك يا اوباما؟ قول لنا على فتره، استاذن وخد اجازه وقول لهم مثلا اسبوعين اريح فيهم وارجع تاني عشان ترجع بقوه. فانا شايف ان هو ده احسن حل. حازم امام طبعا انا بحبه جدا جدا، بس النهارده ما يبداش. ما يبداش. كنت عايز تبدا خلي الملعب فيه حيويه ونشاط، مع انك انت دايما تقول المسلوسي حازم امام بيلعب على لا، ما المسلوسي ده قصه. في ناس بقى النهارده عشان ان هو انقذ الكوره فهتقول لك اه ماشي ده ياخد عليها 9. طب ما ده تكفي ان هو كابتن. لا استنى بس ده مفيش بصمه رجل صح، مفيش. ده انا قاعد انا وانت ولا بصمه رجل صح، هو هنا نبص لبعض. يعني ما ينفعش لعيب في نادي الزمالك او بيلعب منتخب بلده والباص يطلع من رجليه غلط، ما ينفعش. انا بكلمك بمنتهى الامانه، ما ينفعش. او محترف عامه، فعد بقى محترف وبيلعب منتخب بلده وفي نفس الوقت بيلعب في اكبر نادي في مصر. تقييمه بالنسبه لك كابتن ان هو ممكن بيفوق على فترات في ماتشات مختلفه، مش ثابت يعني مسلوسي؟ لا هو بيظهر مثلا يطلع كره بدماغه ويطلع كره زي اللي طلعها النهارده، انما كهو مفتاح لعب انت جايب راجل محترف مفتاح لعب لا طبعا. في ناس تقول لك يكفي الهدف اللي طلعه النهارده، وانا بقول لك اهو يا حلاوه يا حلاوه. طب انا عارف انا ماسكك بالعافيه. عايز يعني عايز اكسب انا نادي الزمالك، عايز مفاتيح لعب كتير. شوف فتوح لما نزل عمل ايه. الاهلي بالجبهه اللي هي الشمال، وعلى فكره عبد الرحمن مجدي اول ما هو نزل ما اكلش معاه عيش، قام جاي رايح ناحيه الشمال، ما خدتش بالك؟ عشان فتوح نزل، لان فتوح بدني وكوره عالي جدا ووقف عليه خد منه كورتين، فقام جاي قال لك هنا مش هلاقي اكل عيش، اروح اشوف اكل عيش في حته تانية. واخد بالك؟ فقال لك اروح بقى المسلوسي بس ما لحقش. انما هي المشكله كلها ان ده بيلعب منتخب بلده وراجل محترف وبيلعب في اكبر نادي في مصر، فطبعا عيب قوي ان هو ما بيكونش بيعرف يباصي. انا ماليش دعوه بقى بالناس تتكلم ما تتكلمش، احنا لا هو الناس شايفين ان فني. السيف ده او فني. الانقاذ ده كابتن ممكن يكون هو ده نتيجه، يعني هو ده سبب الفوز النهارده. يعني النادي الاسماعيلي راح وكان فيه العارضه كورتين في العارضه وانفراد لاحمد مجدوري وكوره زي كده في قلب الجول، لو كانت دخلت كانت هتسبب مشاكل نادي الزمالك تخش بقى. طب في لو كانت العارضه دخلت هتسبب مشكله بتاعت احمد مجدولي، مشكله بتاعت في توفيق في العارضه، لكن هنا كلاعب كوره وبني ادم يعني هو العامل اللي وليه ممكن تعدي منه والشام يحطها في ايد عواد عادي يعني. ما حصل في ماتش بيراميدز، لا بيراميدز عدت والراجل حطها وعواد طلعها من على الخط، ولا ما حصلش؟ تمام حصل، فعادي يعني. فممكن تعدي منه والشام يضيع او الفرويد اللي هو جاي يضيع عادي يعني. وعواد ما شاء الله الفترة دي يعني نمسك الخشب ان هو بيقدم مستوى محترم جدا جدا يعني. طيب انت بتقولي الجزء الامامي يوسف اوباما، سيف الجزيري، زيزو برضه معاهم؟ لا زيزو بقى كان يلعب تحت الفراودة. يعني هو اللي يلعب تحت، يبقى حلقة الوصل بين هنا وهنا وهنا، زي ما لعب اخر ربع ساعة تلت ساعة بقى يتحرك براحته. انت حط يوسف اسامة نبيه ناحية الليفت، احنا قلنا والجزيري ونيمار ناحيه اليمين، وتحتيهم زيزو والاثنين اللي هم الديفندرات امام ورؤى واحمد فتوح، لان عبد الله زحلقه النهارده كان ضايع خالص يعني، ما كانش شايف النهارده. عبد الله جمعه اسمه عبد الله زحلقه. لا
لو فصلوا الكوره لازم يتزحلق. انا قلت في لعيب جديد اسمه عبد الله زحلقه. بس فكانت شكله يبقى احسن من كده والاداء اعلى من كده والزمالك كنت هتلاقيه اخطر من كده. لكن مش ملاحظ برضو ان حتى الان برضو زمالك ايا كان الاسامي والشكل لا ما خلاص ما قلنا المكنه بتطلع قماش اي حد يلعب مع النهارده دليل راح اول واحده ضرب الجزاء جابها جول وفي اخر دقيقتين ثلاثه الكره بتاعت سيف الجزيري اللي طلعها فوزي. كان عندي احساس كابتن في بعض اللاعبين عندهم ثقه زياده النهارده يعني لا عايزين يتحرفنوا في فرق في فرق بين لما يكون في يعني مثلا هقول لك على سبيل المثال امام عاشور يا امام انت مستك ان انت بتلعب برجوله وفدائيه وبتقاتل على كل كوره وبتشوط وبتباصي صح والكلام ده لما تيجي تتحرفن مش هتبقى انت مش بتاعتك اللي بيتحرفن ده مثلا شيكابالا حازم امام الناس اللي هي كوره عندهم عاليه دولت اللي هم يتحرفنوا براحتهم انما انت ما شاء الله انت واخد طريق اللي هو الجديه في الاداء لو قليت عن الجديه في الاداء هتلاقي نفسك صفر النهارده عايز يعمل كده ويعمل كده وتتاخد منه ويقع ويقوم عايز يشوح وعايز لا ما ينفعش لان دي مش حاجتك مش بتاعتك دي ليها ناسها. تمام طيب اسمح لنا يا كابتن نطلع لفاصل نرجع نكمل كلامنا على اللقاء. اتفضل. وبرده عايز يعني نتكلم على الاسماعيلي شويه فكره الخروج من مشكله وكارثه كان زي ما قال كابتن حمزه الجمل قال كانت هتبقى كارثه لو كان النادي الاسماعيلي فضل في الموقف ده ونزل لدرجه فبالتالي النهارده واضح جدا ان النقطه 36 ووصوله في مركز النهارده الزمالك الاسماعيلي افضل من الزمالك. انت هتقول لي بقى بعد الفاصل يا كابتن على النقطه دي نطلع الفاصل مكملين مع كابتن رضا عدال بعد الفاصل. بنتابع مع حضراتكم كابتن رضا عبد العال واحنا بنتكلم على مباراه اليوم مباراه الزمالك والاسماعيلي. كابتن كنت بتقول لي الاسماعيلي كان افضل من نادي الزمالك النهارده طول ال 90 دقيقه وبرغم من كده ما فاز. لا ما احنا قلنا التوفيق وعدم التوفيق ما اتنين في العرض عايز تاني. انت في اهلي والزمالك في ماتشات ما بيروحوش للجون وما بيهدفوش ده النهارده بيلعب الزمالك اللي هو في صحوه وان اخر كام ماتش كسبهم ورا بعض واخد كاس ومتصدر الدوري ويعمل الاداء دوت ويحجم فرقه الزمالك النهارده ايا كان بقى مين اللي لعب ومين اللي قاعد والكلام ده. فحاجه تحسب لحمزه. طيب تسمح لي يا كابتن وحضرتك بتتكلم على الاسماعيلي كابتننا الكبير وكابتن مصر يعني اساطير الكره المصريه واساطير نادي الاسماعيلي كابتن علي ابو جريشه نجمنا الكبير تحياتي لحضرتك كابتن علي. الو ايوه محمد كابتن علي تحياتي لحضرتك كابتن ازي حضرتك اهلا بيك واهلا بكابتن رضا واهلا بيكم منورين ربنا يخليك لينا كابتن الفاكهه الحقيقيه الاصليه هي دي الله يخليك يا رضا فاكهه متنوعه لا ده اللي اول واحد اطلق عليه الفاكهه هو كابتن علي طبعا منورنا كابتن والله منورنا الله يخليكم يعني نقول لحضرتك مبروك نادي الاسماعيلي طبعا ان هو يعني الامور بالنسبه له بتستقر بشكل كبير برغم النهارده خروجه من كاس مصر لكن قدم اداء مميز جدا وده واضح جدا ان الحاله اللي كان فيها الاسماعيلي لما انتهت الشكل الفني ابتدى يبان يا كابتن. مؤكد يا كابتن مؤكد لانه الضغوط اللي كانت نفسيه على الفرقه والوضع بتاعها اللي كان مأثر تماما لكن النهارده لعب كوره يعني بحريه شويه اكتر ثقه شويه لتخلص من الاعباء بتاعه الضغوط المركز اللي كان الاسماعيلي فيه. لكن واضح حاجه بقى ابو حميد يعني هم مسكوا كوره الاسماعيلي لعب وادى بشكل كويس لكن من خلال سير المباراه كده يبقى يعني ربنا حتى بيوضح للناس ان عندك مشكله في مكان راس الحربه. يعني لازم يكون في لو في هداف على مستوى عالي مع كل تقديري لكل اللي لعب اجاد واجتهد واكثرهم جهد كمان الشامي يعني الشامي عمل جهد كبير جدا على كله لكن برضه حته اللمسه الاخيره على الجول مش موجوده او الثقه في الحته دي مش موجوده فلابد النادي الاسماعيلي يعني نادي كبير ولابد يبقى عنده النوعيه دي لان على مدى تاريخه في الحته دي يعني صحيح. عنده الفرود اللي بيخلص عنده في السنين اللي فاتوا واللي قبلها وقبل ما احنا نلعب حتى
يعني انت عارف ان كان فيها هدافين في الاسماعيلي قبل طبعًا ما احنا طبعا يا كابتن وكانوا هدافين الدولي. يعني الاسماعيلي على فكره في حوالي 12 لعيب هداف دولي يعني من الانديه اللي ليها هدافين يعني يتعدوا ب 12 و13 لعيب ما شاء الله. وده يا كابتن يقول لنا ان يمكن اكيد قطاع الناشئين في نادي الاسماعيلي ممكن نلاقي حاجه زي كده، ولكن انت تعتمد عليهم او تديهم الفرص يعني. ما هو طبعا بس هي الظروف اللي النادي والضغوط دي بتبقى صعب تحط لعيب في تحت ضغط رهيب، لان الولد بيبقى يعني انا فاكر انا لما لعبت كنت بلعب في وسط فرقه متكامله وفرقه فنيا مستقره فكنت انا الوحيد اللي في وسطهم، فبالتالي هم شالوني يعني يعني عرفت اقف على رجلي منهم لانه يعني كنت واحد في وسط مجموعه مستقره. مهم جدا ده كابتن طبعا، انما ما تحطش واحد في النار وتقول لي اصل ما ينفعش، لا ما ينفعش فيه، حطه في جو كويس وظروف كويسه. ورغم ان طبعا الزمالك خد تجربه ما خدش التجربه بمزاجه يعني، هي اتفرضت عليه يعني الزمالك لعب ناشئين لكنهم واعدين ولعبوا وبنوا بشكل كويس جدا ولازم الناس تبقى تبص تبتدي تبص تاني لاولاد النادي صحيح. للاشبال اللي طالعه من النادي صحيح. طب كابتن يعني شفت اللقاء ازاي فنيا يا كابتن بالنسبه للفرقتين مش للاسماعيلي فقط يعني؟ الفرقتين طبعا الزمالك يمكن بعد الجول هدف زيزو يعني ريح شويه واستقر يعني حاسس انه الامور في المتناول، لكن الاسماعيلي لا الاسماعيلي تعب، انا اقدر اقول لك تعب الزمالك، وكان في فترات طويله كان هو افضل من الزمالك. لا لعب كوره كويسه وحمزه والحقيقه الجهاز الفني عاملين شغل من ساعه ما جم عاملين شغل كويس جدا ومؤدين بشكل كويس وخلي بالك انت بتلعب في يعني حمزه عامل والجهاز الفني عاملين 7 فوز و3 تعادل و4 تعادل و2 هزيمه في ظروف صعبه فيحسب لهم استمرار. يا كابتن يعني حضرتك بترشح ان الامور تستمر في نادي الاسماعيلي بالجهاز الفني؟ طبعا لا انا سالت فعلا يعني بامانه كده، انا سالت الاسبوع اللي فات بيقولوا لي حتى قبل ماتش الاتحاد وقبل، قلت لهم لا الناس دي نجحت لازم تكمل لازم تكمل ما ينفعش ما تكملش. وبعدين انت امتى هيكون عندك كادر؟ لازم يكون عندك كوادر، مش كل صحيح. مره ابتدي بقى كده، خلي عندك مجموعه من ولاد النادي هم موجودين وكادر كويس ونجح في المهمه خليه يستمر صحيح. بس يدعموه بقى يا كابتن. ما لسه كنت اسال كابتن برويت. انا والله يا كابتن رضا من غير ما اقول انا بدعمه من دي 1 من اول مكان، اول ما مسكوا وكان في تفكير حتى في التغيير وقلت لهم يا جماعه ما ينفعش نغير، والحمد لله يعني الدنيا رجعت تاني واستقر المجلس على الجهاز الفني الحالي، والحمد لله ان الامور اتعدلت لان كتر التغيير قلت لهم ده هيوديك في هيضر هيضر. طيب نعم. برؤيه الخبير كابتن في بعض الكلام على ان يعني الانديه الكبيره يعني عايزين باهر محمدي، هل يعني حضرتك بتفضل الاستغناء عنه بمبلغ مالي مثلا والنادي الاسماعيلي يستفاد بالمبلغ المالي ده بوجود لاعبين يقدر يشتريهم بشكل يعني ما في عده مراكز ممكن محتاجه النادي الاسماعيلي؟ بص يا محمد انا دايما اقول لهم يعني خلي بالك ان القرار ده لازم يبقى بالدرجه الاولى قرار فني مش قرار اداري مش قرار اداره يعني لازم يبقى الجهاز الفني يقول انا عندي البديل لفلان او اقدر اجيب فلان مكان فلان لو كان المبلغ مثلا كبير وهيقدر يساعد، يبقى الجهاز الفني يقول رايه يعني مدير الكوره على المدير الفني يقولوا رايهم في النقطه دي، ما ينفعش ما يتاخدش رايهم لان الراي ده بيبقى فني عشان الفرقه ما تتاثرش باي هزه. فده راي الجهاز الفني يقدر يقول، ومهم جدا تبقى محضر البديل لو عندك، مش مجرد ان انا اجي لي مبلغ ابيعه وبقى مش محضر البديل. كمان في نقطة مهمة كابتن، حتى الآن في مشاكل ممكن تكون في القيد بالنسبة للنادي الإسماعيلي وبالتالي ممكن الأمور كمان كده. ما تقدرش تشتري لعيبة يعني ما يبقاش عندك مشاكل في القيد وما انتش ضامن هتأيد وتصرف، معلش مع احترامي زي الزمالك ما عمل يعني طلع لعيبة كتير إعارة وهو عنده مشاكل في القيد يعني طلع لعيبة كتيرة إعارات وهو في أمس الحاجة ليهم وهو ما عندوش قيد، فبالتالي لكن يمكن يعني رب ضارة نافعة، يمكن دي اللي خلت ظهر، عشان كده بقول ان هو كان مضطر ان يعمل كده، مش يعني ما كانش خيار يعني هو يعني هو مخطط لكده، لكن دي افرازت اللعيبه الاولاد اللي طلعوا
على مستوى كويس جدا ومستفاد منها نادي الزمالك دلوقتي. كابتن رضا عايز تقول حاجه؟ يعني عايز اقول لك كابتن برضو يعني باهر بيقدم افضل مستوى له بالذات النص الاخير دوت او الدور الثاني ده بصراحه. نعم. فارق جدا مع النادي الاسماعيلي. بس هو بجد يعني لو جات له فرصه ومبلغ كويس والنادي يجيب 2-3 مكان بيه انما ما ياخدوش الفلوس ومجايين مسددين بيها مش عارف غرامات اتحاد الكوره هيجيبوا منين يا كابتن؟ ما دي مشكله برضه. لا يجيبوا بص الدوري الممتاز بيه فيه واخد بالك؟ ما انا بقول لك بالفلوس دي حل 3-4 مراكز بيهم يعني طالما ان النادي هيستفاد. طب انت قعدت بقى باهر المحمدي وقعت نفسيا يا كابتن رضا يعني احنا في سنين ما كده لما جبنا حمزه وجبنا ايمن رجب وجبنا بالظبط كده وكل دول كانوا في ممتاز بيه يا كابتن. نعم بالظبط ما هو كانوا ممتاز بيه كانوا في يعني ايمن رجب كان في طلعت حرب واتنقل لسه ما نقول ايمن رجب كان في الدواجن وبعد كده راح طلعت حرب وبعد كده جه النادي الاسماعيلي. حمزه الجمل كان في شبين راح السكه الحديد وعملنا ماتش ودي كانوا خدوه سكه الحديد من طلعت حرب. فشوفناه وابتدأنا نتكلم خلصناه قبل ما يلعب في السكه بقى يعني احنا ما دفعنا دي العين بقى كابتن يا فاكهه دي العين بقى اللي هي كانت موجوده ساعتها وكان برضه بشير عبد الصمد يا كابتن. الحمد لله بشير عبد الصمد كان من ناشئين نادي الزمالك ومشي وجا كان ناشئين نادي الزمالك بالظبط وكان هو منطوخ بالظبط وطبعا احمد يعني العجوز يعني وقبلهم بقى محمد عبد الله من بنها وقبلهم احمد فتحي من بنها يعني وشريف من دمنهور. انا جايب شريف من دمنهور ب 15000 جنيه والحقيقه الاسماعيلي كان مشهور بالنقطه دي يا كابتن يعني فكره ولاده وانتقاء اللاعبين اللعيبه اللي هي قريبه يعني جابوا بركات سيد معوض عماد النحاس لا وخالد بيبو والسويس وكل ده كل الكلام ده وتاكا يعني كان في جيل كده جيل كان رائع يعني كان نادي الاسماعيلي جايبه بالاضافه طبعا لاولاد النادي يعني فهي الفلوس تتاخد تجيب بيها لعيبه ما تحطهاش في المديونيات عندي عين لا ماشي بقى ما فلان يبقى عندي البديل صحيح ما اقعدش اجرب ده واجرب ده لا يبقى انت حاطط عينك على حد معين شايفه ده يمشي ده يخش مفيش مشكله عشان تبقى متعاقد بس ما بيعش وابقى اقعد ادور على لعيبه. شايف يا كابتن الامور اللي حصلت السنه دي والسنه فاتت مش هتتكرر تاني الموسم القادم؟ والله لو في يعني الناس جربت زي ما بقول لو في استقرار فني على الجهاز الفني بصرف النظر حتى لو النتائج اهتزت يعني لان انت ما انتش ضامن لكن لو في استقرار فني ده هيحط النادي في حته كويسه ده اساس. فنمره اثنين لازم ادور على انا ظروفي الماليه لا تسمح قوي فلازم اما ادور ما جبتش 11 لعيب انا جبت في يناير 11 لعيب النهارده ما فيش خمسه بيلعبوا الخمسه اللي محترفين اللي النادي جاب ما فيش ولا واحد منهم بيلعب النهارده فلازم يبقى بدور على الكيف مش الكم يعني انا اجيب النهارده على المجموعه دي اقدر اجيب اربعه لعيبه اقدر ليه عشان اقدر اصرف عليهم ما انت جبت 11 طب ال 11 هيقبضوا عايزين فلوس وانت امكانياتك قليله طب انت بتزود بقى ليه ما انت تطلع وتجيب 2-3 أو 4 من بره يعني لعيبه درجه تانية حتى في زي ما بقول لرضا عندك لعيبه في الدرجه التانية كويسه عينك تقدر تجيب يعني عايزه شغل مش ان انا بسهوله كده اروح جايب 11 لعيبه اضمهم طب هجيب لهم فلوس منين وانت بتعاني صحيح. فخلي بالك الكم اهم كتير من ان انا اجيب الكيف قصدي اهم بكتير من ان انا اجيب كم صح. لا ما تركزش في عدد انت تركز العدد في بعض المشاكل انا مش عايز اقول مشكلتها الاساسيه في كم العدد اللي موجود جوه النادي تمام كابتن انا بشكرك كابتننا الكبير كابتن علي ابو جريشه نجم نادي الاسماعيلي وفاكهه الكره المصريه كما يطلق طبعا عليه كابتننا الكبير كابتن علي ابو جريشه. يعني بتكلم كابتن بشكل طبعا واضح بالنسبه للسنه الجايه ما تروحش تجيب 20 واحد وهم ما مش هيدوك حاجه الفلوس دي وفرها الخمسه سته وبتقش ايه بالظبط هجيب لهم فلوس منين انما انت تدعم في الاماكن اللي انت محتاجها قوي وتبدا بقى تبص على لعيبه الممتاز بيه تدعم منها بقى يعني تعمل بقى التدعيم اللي هو كام لعيب سوبر مثلا 3-4 زي ما الكابتن علي قال وهات معاهم 3-4 من الدوري الممتاز به جعانين كوره بقى مع اللعيبه اللي موجوده دي اعتقد هتعمل شايف اللعيبه اللي موجوده دي كافيه يا كابتن انك تكمل يعني فيها في لعيبه كتير تكمل منهم يعني في لعيبه بس انت برضو يعني في نقص مراكز لو هي جت دي خلاص الموضوع اكتمل والفرقه هتخوف السنه الجايه مع كمان حمزه والجهاز اللي معاه الابقاء عليه وان هو يوفروا له بقى العوامل اللي هي انتوا شفتوا يعني الراجل اهو
جابكم من حته كانت كل الناس تقول لك الاسماعيلي السنه دي وقع. الاسماعيلي هبط، الاسماعيلي هبط. هو جاب وبعدين رجع شخصيه الاسماعيلي، دي اهم حاجه. صحيح. يعني النهارده لما بيلعب نادي الزمالك وبتعمل عليه الجيم ده، اقول لك حاجه كابتن، هي ليله فارقه حصلت يا كابتن بالنسبه للاسماعيلي، الليله اللي اتقال ان الكابتن حمزه الجمل مشي وفي نفس الوقت رجع وجايبين فلان الفلاني. لا هو مش في، فاكر انت لو تتذكر؟ ايوه ما هو في فلان هيجي ولو كانوا تعاقدوا معاه كان الفرقه هبطت. يعني الوقت ده لو كان حصل كابتن حمزه مشي، كان لان هو كان ماشي كويس قوي. ده انت عارف في اليوم ده كان عامل ماتش كبير قوي ضد المحله، بس الكره ما عندها مش عايزه تخش. هيعمل ايه بقى يعني؟ الراجل هينزل هو اللي يجيب اجوان؟ الكره مش عايزه تخش، يروح هجمه هنا ما تخشش، ضغط 90 دقيقه. عامل ماتش كان عالمي ساعتها وخرج بضربات الترجيح قدام المحله. طيب خلينا ناخدك للماتش تاني يا كابتن. الفرق ما بين الشوط الاولاني والشوط التاني، ايه اللي عمله فريرا فرق مع نادي الزمالك الشوط التاني وحافظ يعني حافظ على النتيجه لغايه ما انتهى اللقاء بالفوز؟ ما عملش حاجه. الاسماعيلي البدني بتاعه اللي بدا يقع بس. بس انت المفروض من بين التايمين كان لازم يغير اوباما وحازم، وبعدين ما تنزلش اسلام جابر. يعني انت منزل اسلام جابر ليه؟ ما كان اسلام كنت نزلت سيبت الجزيري ونزلت يوسف اسامه نبيه، والناحيه الثانيه مروه خلاص والموضوع كده زي الفل، ورجعت انت زيزو بس الخطوتين اللي ورا كان زبط لك الاداء، وبعد كده فتوح ينزل بعد كده بس. انما هو ما عملش. هي فرقه الاسماعيلي خلاص يعني عملت كل حاجه الشوط الاولاني. الشوط الثاني حتى لو لاحظت كده ما فيش الا الهجمه بس اللي هو عملها الشامي للراجل وطلعها مسلوسي، والثانيه اللي هي طويله وبين عبد الرحمن مجدي ومحمد عواد وعواد طلع. ادارته للقاء نفسه انت شايف ان هو ما كانش جيد يا كابتن؟ ايوه، بدليل ان هو ما راحش. انت ما ضيعش الا فرصه واحده بس، فرصه واحده طول ال 90 دقيقه. بس فاز، فاز ماشي لحد ما ماشي مش فاز. مش بس برضه كابتن يعني، بس انت كنت عمليه تنظيميه يعني. لو في توفيق للاسماعيلي كان كسب الاثنين اللي في العارضه. وبيحصل، بيحصل بيحصل، بس مش كل مره تسلم الجره بقى. وخلي بالك ان انت عندك فاركو اللي جاي دوت ما فيش فيه اي تهاون، لان اي تهاون فيه هيكهرب الدنيا. طيب نشوف الاسباب الخاصه بفريرا كابتن من خلال تصريحاته للشكل اللي ممكن بتقول عليه. هطلع لفاصل ونرجع بالتصريحات واخد رايك في التصريحات اللي قالها ما بعد اللقاء. فاصل ومكملين مع حضراتكم كابتن رضا عبد العال مكمل تحليل لهذا اللقاء. مكملين مع حضراتكم كابتن رضا عبد العال. قبل الفاصل قلت لك هنقول التصريحات الخاصه بفريرا ما بعد اللقاء وتقولي برضو يعني رايك فيها، خصوصا ان انت حضرتك بتقول لي ان الشكل الفني بالنسبه له النهارده ما كانش كما يجب يعني. طيب هو اتكلم بشكل عام بقى عن الاخبار اللي بتتداول في الفتره اللي فاتت عن نادي الزمالك وعنه، انه بيتكلم ان يتمنى ان الجميع يتحرى الدقه في الاخبار، وان هو في منعطف خطر طبعا قصده على الفريق، وتركونا في سلام نريد التركيز وليس التشتيت. عايز تتعلق على حاجه زي كده؟ اخبار ايه يعني؟ عشان اللعيبه بتجي لها عقود ولا عروض ولا يعني ممكن يكون هو راجل بيتكلم بشكل عام ان الفتره دي مش محتاج اي. انا اعتقد ان احلى فتره واحسن فتره النادي الزمالك قافل فيها على نفسه الفتره اللي فاتت دي. يعني حتى كل الصحفيين وكل الاعلاميين بيجتهدوا مين اللي خلص ومين اللي ما خلصش، ومحدش يعرف حاجه، ومين اللي قاعد ومين اللي ماشي، محدش عارف مين ماشي مين لا حد عارف، محدش عارف. اجتهادات يعني كلها اجتهادات وكلها بقى كله عايز يعمل مشاهدات والكلام ده، فبيطلع يقوم جاي داشش اي كلام اهبد وخلاص. انما هم ما يعرفوش مين اللي خلص لغايه دلوقتي بجد، ومين اللي هيمشي، ومين اللي قاعد. طيب هو النهارده، طب يعني الونش النهارده ما كانش موجود في القائمه، واتكلم ان هو الونش شعر بالاجاد وتسبب في غيابه عن اللقاء النهارده، وعدم مشاركه محمود علاء كانت فنيه، وان محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد بيقدموا اداء مميز في الفتره اللي فاتت. يعني رايك برضو في الكلام الخاص بان استبعاد محمود علاء بشكل فني؟ لا ما هو ما يلعبش على الاثنين.
يعني حتى لما الونش يرجع على حسام لما رجع ورا او والونش لما يرجع يبقى ثلاثة بقى. ما انا بقول لك يعني الاثنين اللي هم لعبوا النهارده هو ما لعبش عليهم ما بالك بقى كمان لسه الونش بس استبعدوا فين يا كابتن في ظل غياب الونش؟ يعني انت برضه يعني مش قاعد عندك اثنين هو استبعده؟ لا والله يا عم لا قاعد موجود يعني ما لعبش قصدي من البدايه لا ما هيلعب ازاي ما يقدرش يلعب على الاثنين دول الاثنين دلوقتي ماشيين كويس واعلى كمان الونش هيرجع هتبقى مشكله يعني دي حاجه كده ثانيه كده حاجة محمود علاء الرابع يعني كده ما في غير كده ثلاثه ماشيين كويس ده انت المره اللي جايه قام يطلع عبد الغني كمان في نص الملعب عشان يلعب الونش يعني هيزقه ما بتحصل طيب هو اتكلم على زياره المدير الفني لمنتخبنا الوطني فيتوريا ان هو كان بيقدم فيه لعيبه نادي الزمالك ليه وتحدث على امور عامه في الكوره واتكلم ان الكوره المصريه محتاجه للتغيير والتطوير والجميع يعمل على ذلك. طبعا انت شايف ان المدربين البرتغاليين مستمرين على الوضع بشكل كبير جدا ربنا يستر لا تطوير ولا يعني الثلاث انديه اللي احنا بنتكلم عن النادي الاهلي والزمالك ومنتخب مصر طيب ما انا بقول لك لا تطوير ولا تغيير يوناني ولا تغيير يعني شفت انت النادي الاهلي وشفت النادي الزمالك هو يحسب بس لفريرا ان الكام ماتش الاخر بيكسبه. هسالك سؤال مهم بخصوص النادي الزمالك رجوع ابو جبل يا كابتن بتحبذه ولا انت شايف الوضع عامل ازاي بالنسبه لابو جبل؟ انا على المستوى الشخصي احبذه بس الجماهير زعلانه جدا من ابو جبل تزعل ما بص يعني انت دلوقتي انت عايز المصلحه العامه انت دلوقتي بص كده على البدلة بتوع نادي الزمالك هتلاقي محمد نديم في فرق بقى لما محمد نديم ولا محمد ابو جبل مع كل احترام طبعا بقى يعني ده خبره بس هيخلي كمان عواد يبقى في مستوى اكتر من كده ومركز اكتر من كده ومش هيسيب الفرصه بقى انما كده عواد براحته يعني انا بلعب ومفيش حد حتى لو اتصبت حتى لو فلازم حد يقلقه فدي مشكله النادي الاهلي تضرب لما جزء. علي لطفي لما علي لطفي لعب الفتره الاخيره دي انت نسيت الشناوي صح ولا غلط تمام لان الشناوي قبل ما يقعد دخلت فيه اهداف سهله وهو كان لازم يريح وكنا قلنا هنا من فتره ان لازم يريح عشان يرجع بقوه تمام بس طيب يعني النهارده حالات التحكيميه النهارده ضربه الجزاء شايفه ضربه جزاء كابتن جت في ايد الراجل يعني طيب يعني نعمل ايه التصوير كان حلو النهارده ايمن اشرف الجديده بتاعت ايمن اشرف اللي كان في ماتش فاركو ما تدخلنيش بقى في كره لا ما انا بقول لك يعني ما تدخلنيش يا كابتن في اهلي وزمالك دلوقتي والله ما اهلي وزمالك في ماتشات في الدوري عادي بيحصل كده برضه ساعات لا لا ما بيحصلش ما بيحصلش طب هتروح للكابتن جهاد جريشه حكم الدوري السابق طبعا وجوده معانا والنهارده حالات طب انت ما قلتش ليه على حمزه الجمل حالات التحكيميه تصريحات حمزه الجمل انت نسيته ولا ايه لا قلت بس انا قلت التصريحات هرجع لك تاني التصريحات انت قلت لي في الفاصل طيب ماشي كابتن جهاد تحياتي لحضرتك كابتن رضا دايما بيقطعنا على الترحيب بالناس بس زي لا يا لا يا حبيبي راحه براحه منور يا كابتن كابتن جهاد الو يا كابتن ازي حضرتك ازيك يا كابتن اخبار حضرتك ايه الحمد لله والله بس على حضرتك وعلى كل مشاهدينك وعلى الكباتن في الاستوديو معايا كابتن رضا عبد العال اللي معايا النهارده بيرحب بحضرتك كتير كابتن رضا مساء الخير يا كابتن كابتن مصر ازاي طيب خليني اخدك الاول كابتن على الحالات التحكيميه وضربه الجزاء يعني برضو من وجهه نظرك بص يا كابتن ركله الجزاء الكره جايه من مسافه بعيده من ركله ركنيه اللعيب ايده خارج جسمه مكبره الجسم وبالتالي عمل ريسك ان هو خرج ايده بره جسمه لمسه يد موجوده الحكم موجود في وضع ممتاز زاويه رؤيه واضحه جدا بالنسبه له احتسب بدون انتظار للفار والفار تاكيد على القرار وركله الجزاء صحيحه تم احتسابها ركله الجزاء صحيحه يا كابتن تمام تمام اي حالات اخرى في الملعب النهارده كابتن شايفها في كان في حاله الاسماعيلي بيطلب بيها ضربه جزاء بتاع باهر المحمدي الاحتكاك كان موجود الاحتكاك موجود ما فيش فيه اي حاجه يعني يتعاقب عليها لاعب الزمالك المكافاه عادله بين الاثنين لاعب الزمالك مع لاعب الاسماعيلي من باهر المحمدي وبالتالي ما فيش ماسك ما فيش شد ما فيش خطا على لاعب الزمالك وفي الاخر الحكم خد القرار الصحيح باستمرار اللعب وانتظر كمان الفار لما وقف اللعب وانتظر الفار كمان المراجعه ومراجعه صحيحه من الفار والنهارده كابتن فاروق التحكيم ظهر بمستوى مميز محمد عادل والناس اللي معاه
عملوا مباراة مميزة النهاردة حكيميا الحمد لله. بس بتهيألي يا كابتن لو لمس الدماغ باهر كانت ممكن تحسب ضربة جزاء لأن كانوا يبقى اختل توازنه أو حد كان ساعتها ساعتها نقول يا كابتن رضا كابتن رضا إن باهر لعب الكورة عشان الناس تبقى فاهمة بس التانيين ما وصلوش للكورة وبالتالي عملوا إعاقة لباهر وكان ممكن ساعتها نتكلم في بالظبط كده بالظبط كلام حضرتك مظبوط كلام حضرتك مظبوط كابتن هيات خليني أسألك على برضه ضربة جزاء بالأمس احتسبت للنادي الأهلي في الدقيقة الأخيرة برضه في بعض يعني الناس شايفينها ضربة جزاء وفي البعض الآخر شايفها مش ضربة جزاء. بص يا كابتن فاروق احنا لينا الصورة اللي جالها من الفار الصورة اللي جالها من الفار بتقول إنها ركلة جزاء ما جاتلناش صورة من الفار تنفي إنها مش ركلة جزاء. الصورة اللي جات لنا في الفار الصورة الرسمية اللي موجودة معانا من حكم الفار وحكم الملعب اللي تعرضت لنا في الصورة بتقول إنها ركلة جزاء. الكرة جت في الصدر والإيد فجت من الصدر للايد والايد موجوده في وضع غير طبيعي مكبره الجسم نقول انها ركله جزاء. مفيش صوره جات لنا تنفي ده يعني مفيش صوره جات لنا تقول انها مش ركله جزاء. وبالتالي احنا بنمشي مع يعني الصوره دي لما بتروح للمنظر ده للاتحاد الدولي هيقول لك ركله جزاء فبورت لقرار الحكم تمام. لكن ممكن نغير في حاله واحده بس لو بتجيلنا صوره واضحه ان الكوره ما جاتش في ايد اللعيب. طب انت شايف يا كابتن ان الكادر اللي اتاخد بالنسبه له انا بتكلم على الزمالك النهارده اتاخد من كذا كادر بالنسبه للتصوير امبارح هل اتاخد كل الكادرات اللي ممكن تثبت ان الكره ضربه جزاء؟ لان برضو في الاخر انا بتكلم بلغه بعض الناس اللي شايفاها ضربه جزاء شايفاها ان من الكادر ده ضربه جزاء. في ناس قالت لك فين الكادر اللي من ورا وان الكره اللي هي ممكن تبين اكتر. احنا دلوقتي بنتكلم على اخراج ونهايه تلفزيوني احنا كتحكيم مربوطين بصوره. اديني صوره اديني دليل واضح وبالتالي امشي معاه. لكن انا بتكلم على الصوره اللي طلعت في نهايه تلفزيوني واللي جت للفار مشوا معاها الحكام وبالتالي انا ما اقدرش اغلط الحكم في القرار. لكن اغلط الحكم في القرار امتى؟ لما يبقى عندي صوره واضحه تقول ان الكوره ما جاتش في ايد لاعب النادي الاهلي. لكن الصوره اللي موجوده معانا تقول ان الكوره جت في ايد لاعب النادي الاهلي. لاعب اللاعب مصر المقصر وبالتالي احنا نمشي مع قرار الحكم وصبرت قرار الحكم الا ان يثبت العكس بصوره ثانيه. الصوره الثانيه ما جاتلناش في النقل التلفزيوني وبالتالي الحكم والحكام انت شايف ان النقل التلفزيوني كابتن في مشكله في حاجه زي كده بقى؟ لا ما انت محتاج صوره من كل الزوايا عشان في الاخر تحكم على 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 اللقطه. في قناه ثانيه امبارح احيانا بتبقى اللقطه خادعه احيانا مش بتكلمش على بتاع الاهلي بس بتكلم عموما. اللقطه لما تشوف اللقطه من زاويه واثنين وثلاثه هتقدر تبني رؤيه واضحه على القرار وبالتالي كل الناس تبقى مقتنعه بالقرار. طب انا هقول لك حاجه كابتن ان كبير مخرج التلفزيون المصري بيتكلم ان دايما هم الحكام هم اللي بيختاروا او لجنه الحكام هي اللي بتختار اماكن التصوير او اماكن الكاميرات اللي بتتحط في الاستادات. بص يا كابتن المفروض في بدايه الموسم في بدايه كل موسم بندي للتلفزيون المصري انا عايز الاماكن الكاميرات في المكان ده. ده شغل الفار بكلمك على شغل الفار بقى وشغل احتراف لما رحنا الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي بتيجي خريطه لموضع الكاميرات بالكاميرات دي بنسلمها اللي بيتم استلامها مسؤول الفار للتلفزيون النقل التلفزيوني وبالتالي انا عايز كاميرات تتحط في المكان ده. كاميرا التسلل كاميرا 18 كاميرا وبالتالي الكاميرات بتبقى موجوده عن طريق الفار محدده احنا مديها المفروض بتديها لهم عشان ينفذوا عليها. بس انا ما عنديش علم بقى ده حصل ولا ما حصلش. يعني المعلومه بقى اللي بقول لحضرتك ده اللي بيحصل في البطولات الكبيره او في المشاركات الكبيره او الفيفا كاف بيحصل ده. فالمفروض ده يكون حصل كمان في مصر عندنا ان انت بتقول للنادي التلفزيوني لو سمحت حط كاميراتك في النقط دي عشان في الاخر تديني الصوره الواضحه في كل القرارات اللي محتاجها في الماتش. كابتن جهاد الكابتن جمال الغندور امبارح في احدى القنوات قال ان هي مش ضربه جزاء نصدق بناء عليها يا كابتن رضا هو شرحها ماشي مع حضرتك. بص يعني انا بتكلم صوره واضحه انا بتكلم بناء هو قال هندسيا انا اللي وصلني كده انا ما شفتش الكابتن جمال. لا حضرتك تابع الفيديو وهو كان بيشرحها انا ما شفتوش انا بتكلم انا اللي وصلني ان هو اتكلم ان الكره عشان خبطت في صدره طلعت لقدام ونزلت ايوه وقال لك مش ضربه جزاء. انا مش شغال في كليه هندسه انا شغال في صوره بحلل صوره. انا راجل مش تخصصي دكتور في كليه هندسه انا راجل حكم. الحكم مرتبط بصوره. الفار يا كابتن لما رحنا خدنا رخصه الفار في الاتحاد الدولي او رخصه حكم فار في الاتحاد الدولي بنتكلم الصوره والصوره الواضحه وبالتالي ما تقدرش تغير قرار باحساسك. ما تقدرش تغير قرار الكره جت في صدره وطلعت لقدام رجعت لورا نزلت تحت. الكلام ده يا كابتن رضا ما حدش بيشتغل في اي حته في العالم. لا قول الكابتن جمال بقى ما تقوليش انا مالي. لا 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 يعني هو بيتكلم والله كابتن جمال. بص كابتن جمال له كل احترام وكل تقدير. كابتن جمال له كل احترام وكل تقدير. انا بكلم حضرتك ان احنا بنشتغل في الفار على صوره واضحه. صوره تقول دي ركله جزاء صوره تقول دي مش ركله جزاء.
لكن ما نقولش اعتبارات. الكره اللي خبطت في السله اللي قدام رجعت لورا نزلت تحت لو جايب في الايد الحاجات دي مش ده انا هشتغل عليه. احنا بنشتغل على صوره، الصوره اللي قدامنا بتدي دليل واضح ان الراجل ده اخطا هنقول ده، الصوره اللي قدامنا مفيش دليل واضح ان الراجل الحكم ده اخطا احنا سبورت مع الحكم ده. معيار الفيفا بيشتغل كده، الفيفا طول الوقت الحكم ده اخطا يبقى في عندي صوره واضحه اقول ان الحكم ده قرره خطا. تمام. الحكم ده طلع قرار الصوره اللي قدامنا ما تدينيش دليل واضح ان هو اخطا سبورت الحكم. بس انا برضو ما حملش الفار قد ما حمل مخرج المباراه. كلام هو في الاخر يا كابتن قال لك كابتن جهاد ان في البدايه لجنه الحكام بيقولوا له هنا بس كاميرا هنا كاميرا هنا كاميرا. فاروق قبل الفار كانوا جواه من كل حته. كابتن محمد انا بقول لك المفروض ده هيحصل، ما اعرفش اذا كان حصل ولا لا. ده كان حصل ولا لا؟ اه ممكن تكون يعني كابتن ممكن اسالك سؤال، هل ممكن تكون كاميرا موجوده في حته معينه والمخرج ما يجيبهاش؟ ما اعتقدش. ده المفروض المتاح لحكم الفار في جوه في الـ في الـ في, الـ في الصوره اكتر من اللي احنا بنشوفه. يعني اللي احنا بنشوفه ده جزء بس من كاميرات واعداد معينه موجوده في غرفه الفار. انت احيانا بتشوف حاجات موجوده في الفار لان التلفزيون ما بيجيبهاش، انت بتعرضها احيانا لما بتعرض الصوره بتاع الفار في قرار، وبالتالي صورتك اللي بتبقى مقنعه لكل الناس. كابتن الفار جاي بقاله سنتين يا كابتن جهاد، الفار جاي بقاله سنتين، احنا تمام. كان قبل السنتين كانت بتتصور من جميع النواحي من قبل الفار والكلام ده. تمام. دي مشكله مخرج، انا بقول لك دي مشكله مخرج. يا اما بقى انا هو ممكن يعني في ناس بتبقى متعمده وفي ناس مش عارف. ما احنا برضو كده مش عايزين نقول صفه التعمد دي او لان ممكن لا ما هو انت يعني انت برضو في ماتش المصري ممكن تبقى زي ما قال كابتن جهاد مش موجوده الكاميرا دي في مكانها. بتاعت امبارح بعيده يعني، بتاعت امبارح قريبه من الخط الاوت والكورنر، نقول مثلا بعيده شويه. طب بتاعت المصري الجون اللي جه ما احنا ما شفناهوش عشان نحلله، بتاع الاهلي بتاع المصري هل جون اوفسايد ولا فاول ولا جون؟ احنا ما نعرفش. وطلعنا معاك هنا صح يا كابتن. انا كلمت رضا النهارده، انا كلم النهارده مثلا لقطه الزمالك، ماتش الزمالك النهارده للاسماعيلي، الكوره جابت من لقطه واثنين وثلاثه، في لقطه جابت لي ان الايد خارجه بره الجسم مكبره الجسم في زاويه من الزوايا، يعني مش كل الزوايا، يعني في زوايا تقول لك لا الايد بقى خرجتش خرجت، في زاويه جابت لك بقى الوضوح الكوره اللي لما جابت الصوره. ما ده المقصود بقى يا كابتن انت لما جبت لقطه واثنين وثلاثه بقى عندك اليقين بالقرار. صح، الحكم بيبقى عنده اليقين في الوقت ده على طول، وبالتالي الفار ما بيراجع بالمنظر ده ويشوف لقطه واثنين وثلاثه بيوصل عنده اليقين بالقرار. الايد الكره جت في الايد بس عايز اتاكد ان الايد كبرت الجسم وبقى خارج الجسم، فلما جت الزاويه اللي تقول ده خلاص الفار. بس في ساعات الفار بيخاف يا كابتن، في ساعات الفار بيخاف. لا صعبه يا كابتن، مش عندنا حكم مصري بيخاف. هو في الاخر لا مش الحكم، والله ما الحكم، الفار نفسه، الفار هو اللي بيخاف. يعني يقول لك ادخل نفسه في مشكله ليه؟ بص يا كابتن رضا، الفار في مصر لما هيتدرب تدريب كويس هتلاقي الاداء في الملعب كويس. بخصوص التدريب يا كابتن جلاتنبرج النهارده كان عنده اجتماع مع الحكام واستاذ جمال علام، واستاذ جمال علام قال لك اي معسكرات محتاجها الحكام احنا تحت امركم. مبشر الموضوع ده كده ولا شايف ايه؟ بص يا كابتن محمد، انا اتمنى كواحد من منظومه التحكيم، انا اتمنى للجاده لجلاتنبرج والخبير الاجنبي اللي جا والناس اللي بتشتغل معاه اتمنى لهم كل نجاح، لان نجاح الناس دي هو نجاح للتحكيم المصري. بس وبالتالي اتمنى من كل قلبي ينجحوا، لان نجاحهم هيصب كله في التحكيم المصري في الاخر. فاعتقد الاتحاد المصري عمل تجربه جديده اكيد هيوفر لها كل السبل عشان تنجح التجربه. فانا اتمنى ده يحصل، ده لو حصل هيبقى ده لصالح التحكيم المصري محليا وافريقيا ودوليا. فده كلنا الناس عليه، فاتمنى ده يحصل. نتمنى يا كابتن ان شاء الله. كابتن جهاد انا بشكر حضرتك طبعا وجودك معانا، جميل كابتن جهاد الصراحه. حكمنا الدوري الصاد لذيذ. انت انا عايز اقول لك حاجه، هي فعلا بتبقى يعني مثلا اقول لك النهارده مثلا لو المخرج جاب من ناحيه واحده، ناحيه مثلا ما تبانش انها ضربه جزاء، ما هو يعني عارف بيخلي الناس تتكلم على ضربه الجزاء ان المخرج بيجي من نادي الزمالك، وممكن تكون هي ضربه جزاء فعلا. ايوه هي ضربه جزاء. لا انا قصدي اتعادت انت عشان كده. لا انا قصدي انا مثلا لو في مخرج اتنعت. متعمد فهو لا مخرج متعمد ماشي، بيبقى بيضر النادي اللي هو ايوه اللي هو ولان النادي ملوش ذنب. النادي ملوش ذنب، هو بيضره. يعني مثلا الكره بتاعت صلاح محسن دي مخرج ولا مش مخرج؟ اما ضرب الراجل بتاع المحله والنتيجه 1-1 ولو اضطرد صلاح محسن هيفرق صح؟ المحله اتظلمت. على الباقي الناحيه الثانيه احمد الشيخ لما دخل على الباك بتاع النادي الاهلي جابها من كل الزوايا، يبقى ده مخرج ولا مش مخرج؟
لا لازم يكون عندهم ضمير، لان السنه الجايه مفيش فرقه هتسمح بكده. انت فرقه زي المحله دي لو هبط يبقى نقطه زي دي هبطتها. هم يعني في عرض نقطه دلوقتي، عرض نقطه يعني ده هو 30، لو كان 31 كانت اديتهم يعني براح شويه 3 بونت غير الاثنين بونت، واخد بالك؟ فانا بقول لك لا، لازم السنه اللي جايه اعاده هيكله المخرجين، انتمائك على عيننا وراسنا بس بره، المعلقين انتمائك على عيننا وراسنا بره. شايف المعلقين بره؟ يا نهار اسود، ده حاجه والله العظيم بتزهقك. انا بقوم جاي موطي الصوت. ما ينفعش. ماشي، اما يكون النادي كويس اعمل اللي انت عايزه. اما تكون الفرقه مساعداك على ان انت تطبل بجد طبل. ما احنا بنطبل لما تكون الفرقه كويسه وبنقول لا ادي لكل واحد حقه، ماشي. انما فرقه واقعه ومش شايفه ومش قادره تشيل رجليها في الملعب والتطبيل تتربي 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 عشان ان هو اهلي او زمالك، ما ينفعش. في الاخر يا كابتن عايز يكتسب حب جماهير ده يا عم. لا انت باسلوبك بلال علام اهو خير مثال، يعني كابتن ميمي الشربيني ربنا يديله الصحه، كابتن حماده امام الله يرحمه، ما ده اهلاوي وده زملكاوي ويشوفوا بيعملوا ايه. بس هل ان انت كنت بتحس مدرسه كابتن كانت مدرسه مختلفه؟ ايوه. هل والكابتن طبعا حسين مدكور وكابتن محمد لطيف وكابتن علي زور، ما كل دولت اهلاويه وزملكاويه، كنت انت بتحس ان دولت اهلاويه ولا زملكاويه؟ بيدي لكل واحد حقه بما يرضي الله. انما اللي ماسك لك الطبله ده شغال وربنا بيغطي الصوت. يا اما بحاول اتفرج على رأفت الهجان ولا لن اعيش في جلباب. ايه تاني يا كابتن غير الاخراج والتعليق؟ ما التحكيم بقى. والتحكيم. ما التحكيم جبنا الخبير بس نشوف، والفار ده يبقى عنده ضمير شويه وما يخافش. يعني ما يستخباش من القط، خليك ايه اقف للقط كده، القط هيخاف ويسيبك ويمشي. انما طول ما انت بتستخبى كده وبتجامل كده وبتجامل كده ما ينفعش. لان انت جاي عشان ترسي العداله في مصر ولكل الفرق ولكل الفرق. انا بقول لك بما يرضي الله، لو عملنا كده الدوري بتاعنا يبقى في حته تانية. الثلاث حاجات دول، سيبك بقى من الصفقات وسيبك بقى من المدربين وسيبك بقى من الجماهير وكل الكلام ده. لو بس الاخطاء وارده حتى لو وجود الفار، معلش بس خطا غير مقصود في اوروبا برضه والدوريات الاوروبيه في اخطاء، معلش بس بيبقى غير مقصود يا فاروق. بيبقى غير مقصود. انما ده يعني الحكم مثلا ادى امبارح 3 انذارات في الطرد، انت نايم ولا ايه ولا مش مركز ولا ايه؟ ادى للراجل الانذارين والتالت وقام جنبي بعد كده افتكر قام جنبي مطلع الكارت الاحمر. فلا لازم التحكيم ده ما فيش جمهور كمان، ده المشكله ان ما فيش جماهير. ده السنه الجايه في جماهير، هتبقى الدنيا مولعه ومن اول ماتش. مش عايزين نقول مولعه كابتن، عايزين الجماهير تخش. لا يعني كل فرقه هتبقى مثلا عامله صفقات وجايبه مدربين وصارفه، واخد بالك؟ فالدنيا هتبقى كله صارف. فطبعا من اول ماتش كله عايز ينافس على الدوري او اللي هو على المربع الذهبي او اللي هو يبعد عن شبه الهبوط، واخد بالك؟ فانت لا لازم الحاجات دي لو اتعملت وربنا الدوري بتاعنا يبقى دوري بعد كده هيبقى اوروبي. صحيح. طيب ما اتكلمناش على حمزه الجمل برضه. هو جاي لك اهو. انت احنا يعني كنا بنتكلم على ابو جبل بتقول ان هو يرجع، صح؟ وبعد كده انا من وجهه نظري يرجع. يعني جمهور الزمالك اصلا، يعني انت لو طارق حامد جالك دلوقتي مش هترجعه يا جمهور الزمالك وهتنسى اللي عمله؟ فانت ده وانت محتاج ده اكتر، يعني انت محتاج ده لان ما عندكش حد بالخبره دي وبالمستوى ده في الوقت الحالي ان هو يشيل بعد عواد. تمام. بس تمام. تصريحات كابتن حمزه الجمل عايز تعلق عليها كابتن؟ انا هعلق بس يعني انا قريتها طبعا. قال لك ان احنا بنواجه بطل الدوري والكاس وبنلعب بفريق بيتمتع بالاستقرار الفني والاداري، ده كنا صح. كنا يعني في كارثه، كنا معرضين ان احنا نبقى في كارثه، لكن طبعا الموسم الحمد لله الامور بقت اكثر راحه والجماهير مبسوطه. يعني الضغط والاستحواذ كان بالنسبه للاسماعيلي النهارده من وجهه نظره ان هو استحوذ اكتر من نادي الزمالك، ولكن كان بدون توفيق، لعب على الاطراف ونجح في ايقاف هجوم نادي الزمالك. انا من وجهه نظري بقى لو كابتن حمزه، وانا ما بعدلش عليه، بس هو لو كان بدا تحديدا يعني المباراه بالاثنين ديفندرات دولت من البدايه، متهيألي كان كسب محمد مخلوف وعمر الوحش. لان الاثنين اللي كانوا بيلعبوا تحس كده ان هم ايه
ماسكين سكينه بسبوسه سواء دونجا او محمد عادل. محمد عادل ثلاث اربع مرات عايز يخش من العمق وفي الراجل فاتح له حطها له كده، انما لازم يعمل كده، لازم يعمل كده وتتقطع وتطول منه وتتقطع وتطول منه. لا احنا الناس دي لو كان عمر الوحش لان ايجابي كتير قوي على الجون، بيعرف يعمل ثرو، بيعرف يباص، بيعرف يشوط، واخد بالك، وبيدافع كويس، كان فرق كتير قوي هو ومحمد مخلوف. حتى هتلاقي محمد مخلوف بعد الهبوط اللي حصل فرقه الاسماعيلي، بعد نزوله فرقه الاسماعيلي رجعت تاني وتستحوذ تاني وتضغط الزمالك على ال 18. فانا بقول لكابتن حمزه لو انت بدات بالاثنين دول او من بدايه الشوط الثاني كانت ممكن النتيجه تتغير. تمام. طيب ناخد تقييمات حضرتك بالنسبه للفرقتين يا كابتن، نبتدي بنادي الزمالك اللي كسب النهارده. محمد عواد يا كابتن 8، محمد عبد الغني 7، حسام عبد المجيد 5، حازم امام، حازم امام ياخد 3، عبد الله جمعه. انت ما قلتش المسلوس، ما انا هجيلك للمسلوس يا كابتن، انت لازم اطلع له مطلع من ناحيه ثانيه، انا بيطلع من ناحيه ثانيه. عبد الله جمعه 3، امام عاشور، امام عاشور ياخد 4 عشان النهارده كان بيتحرفن زياده عن اللزوم. تمام. رؤى ياخد 5، مسلوسي المسلوسي ياخد 6 عشان الانقاذ اللي هو العالمي اللي عمله. طيب انت مديله درجه كويسه ليه بس ان في اول الحلقه قلت لي لا ومش لا؟ ماشي بس ما ينفعش يكون لعيب دولي ومحترف ما بيعرفش يباصي يا محمد. انا بتفق معاك في حاجه زي كده، يعني انت مثلا في ماتش اهلي ولا في ماتش بيراميدز ولا الكلام ده هيعمل ايه؟ طب المدير الفني فين بقى لما بيبقى فيه اخطاء كتير كده بالشكل ده؟ ما هو مفيش وقت بقى، بس احنا بنقول لك هو مفروض ان هو يبقى عنده الحاجات دي الاساسيات. صح، اساسيات دي، اساسيات الكوره. دي ما بتتعلمش. اوباما يا كابتن، اوباما 1، الجزيري، الجزيري 6، زيزو ومفروض ما كانش يطلع، زيزو 7 عشان ضربه الجزاء، اسلام جابر ده ما كانش نزل، يعني ما كانش له نزول، يعني ممكن تديله يا صفر يا واحد، يعني اختار انت، لان انا ما اعرفش هو بيلعب كوره بيلعبها ازاي ايه تفكيره لما بيمسك الكوره، يعني النهارده عمل كورتين عايز يعملهم بيغير ملعب وتتقطع. طب انت مثلا ما تحط للي جنبك وخلاص طالما ان انت مش قادر توصلها، يعني وبعدين ياخد الكوره وعايز يروح في الزحمه، انت مش فتوح يعني. فتوح طيب توك توك. فتوح تديله كام؟ اديله 7. يوسف اسامه اديله 4. ونيمار 4. 4. طيب اروح الاسماعيلي يا كابتن، تعالى محمد فوزي. محمد فوزي ياخد 8 على الكره اللي صدها من الجزيري زيه زي عواد، يعني هو لان الجون اللي دخل فيه ده ضربه جزاء. محمد دسوقي 6. محمد نصر يا كابتن، محمد نصر هايل ياخد 7. باهر 9، نجم المباراه الاول. تمام. عصام صبحي 8. محمد عادل 3. دونجا يا كابتن، محمود دونجا 3. احمد مدبولي ياخد 7. احمد مصطفى 6. عبد الرحمن مجدي ياخد 7. محمد الشامي 5. طيب عايز محمد مخلوف اللي نزل يا كابتن مكان محمد ده، وخالد النبريس ما هو ملحقش بس يعني اديله 5. عمل كورتين حلوين ناحيه الرايت مره وضغط على الناس واستلم تحت ضغط فيجي منه، يعني فانا اديله 5. طيب عايز اخد رايك في يعني كده احنا خلصنا ماتش الزمالك، عايز اخد رايك كان في قرارات بالامس لمجلس اداره اتحاد الكوره. هاخد رايك في نقطتين، يعني بدايتها موضوع خاص بالمدربين يا كابتن، المدربين الفنيين، ان ما ينفعش مدير فني يروح ناديين اكتر من ناديين بس في الموسم، يعني ده قرار متاخد كنت حضرتك بتنادي بيه انت والكباتن في وقت ما. ايوه بص، بنادي بيه انت ولازم هو يكون يعني لما يعني هو الفكره ان هو لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادي ان يتولى مسؤوليه نادي اخر حال فسخ التعاقد من جانبه، ويسمح له بالتعاقد مع نادي اخر اذا تم الاستغناء عنه، وذلك بحد اقصى ناديين فقط. لا ما تحددش، ما يحددش ليه بقى؟ هقول لك يعني انت ضد فكره ان انا بس المدرب ليه ناديين في السنه؟ هقول لك بعد يعني بعيد على الاهلي والزمالك وبيراميدز، كل المدربين اللي شغالين ما بيعملهمش شروط جزائيه ولا عقود. ممكن لا اعمل عقد بس ما تعملش شرط جزائي عشان ان انا عارف ان انا ثلاث اربع ماتشات الجماهير هتيجي عليا همشيك،
زي في المحله زي ما انا بس بتحقق. طب ما انا لازم اعمل طب انا اعمل ايه ما اقدر انت لا ما انت لو عايز لا لو انت عايز تزقز بص بقى انت قلت تظبيط الدوري معلقين حكام ما انت برضو لازم تظبط عقودك ومديرين فنيين يبقى ليهم حدود معينه وشكل اما الكلام ده لو انت عملت شرط جزائي ما هو انت بتستسهله ليه ان انا مش عامل شرط جزائي يمشي ده مجلس الاداره انا ما بكلمكش على المدرب انت كده ظلمته انت جيت مشيته قلت له اقلته ينفع يقعد في البيت بقى طول السنه طب والمدير انت اللي جايبه. لا هو بيتكلم على المدير الفني اللي بيفسخ هو العقد لا يفسخ العقد ده يتقطع رقبته وما يمسكش فرقه يعني عقابا له ما تمسكش فرقه طول الموسم مش فرقتين لو هو اللي فسخ يعني لو هو اللي فسخ ما يمسكش فرقه تاني يقعد لاخر الموسم انما انت دايما الانديه هي اللي بتقول لك استقاله بس هو بيبقى اقاله لان هم خلاص الجماهير والسوشيال ميديا هاجت عليهم فنمشي عشان نهدي الناس فكده اتظلم المدرب واخد بالك انما انا بقول لك لو المدرب هو اللي فسخ لا ما يشتغلش في حته تاني عشان يحرم يفسخ ليه؟ لان مثلا عمل 3 4 ماتشات كويسين هيجي له نادي اعلى هيقوم جاي فاسخ وماشي لا في الحاله دي تطبق القانون اللي انا بقول لك عليه انما في القانون اللي هو العادي لو انت كنادي اللي اقلته او مشيته لا من حقه يروح نادي تاني وتالت ورابع عادي ما هو ده هو ده الموجود واخد بال حضرتك انما المدرب لو فسخ لا ما يروحش نادي تاني يتعاقب عشان طيب يحرك الاداب بيقول لي لو نادي مشاه يروح مره واحده بس لا. يعني ولو هو مشي مرتين بس مرتين هو مكتوب قدامي يمشي مرتين أيوة ماشي. وده اللي انا فهمته وفهمت من كابتن حازم النهارده من الكلام اللي قاله يعني ماشي مرتين بس انت يعني قدر برضو راح نادي برضو زي نفس النادي ده وما عملوش شرط جزاء والكلام ده خسر ماتشين ورا بعض ولا تعادل ماتشين ورا بعض يقول لك لا يمشي لا الكلام مش أنا اللي ماشي. مكتوب عندي هنا مختلف تماما عن اللي انتوا بتقولوه طيب خليني اخدك لنقطه ثانيه طيب نقطه المحترفين 5 محترفين السنه الجايه يا كابتن افتح شايفه اللي ده ربنا مديله يديله يجيب 5 انت عايز اكتر من 5 كمان طبعا وده مش 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 في مصلحه الكوره ولا في مصلحتها لا هو مش مصلحه الكوره عشان لعيبه المنتخب بس انت كل الدوريات عامله ايه يعني في انجلترا عاملين ايه في اسبانيا عاملين ايه عاملين 5 محترفين ولا الموضوع عادي فين في انجلترا لا مفتوح طيب ما هو عشان كده حلاوه الدوري اعمل منافسه اعمل منافسه بس اللي تجيبه من بره يكون احسن من اللي عندك ما عنديش مشكله عشان يرتقي بالكره ويعلي سقف الكره سواء لعيبه مدربين زي بن شرقي مثلا لما جه ولا اجايه ده برضه لما كان جه في النادي الاهلي ما هو دولت من اللعيبه اللي هي يعني عملت اسم سواء في الاهلي او في الزمالك احنا عايزين اللعيبه اللي زي دي مش تروح تجيب لي جيراردو تجيب لي اونجم وتقول لي ما اعرفش يقول المسلوسي لا هات لعيبه تبقى اعلى من اللي هنا عشان اللعيبه اللي هنا تتعلم زي بالظبط لما بقول لك لما بتجيب مدرب كويس يا فاروق كل مصر بتتعلم كل مدربين مصر بتتعلموا منه صح انما انت بتجيب لي مدرب قليل يعني مع كل احترام هتتعلم ايه من سواريز تتعلم منه هو بيلعب امبارح مع المقصه بثلاثه مساكين قول لي انت بقى لا وبعدين يقول لك الكنز المدفون وان شاء الله السنه الجايه السنه الجايه ده لو قعد الاهلي يهبط اوكي يعني مش هخش المربع الذهبي اسمع اللي انا بقول لك عليه انت بتلعب مع المقصه وبتلعب انت هو النادي الاهلي والنادي الزمالك ميزتهم ايه ان هو اللي بياخد المبادره بينزل عايز اجيب جون ده ما شفناش منه حاجه ما شفناش منه اي هو خايف انه يخش فيه جون يا نهار ابيض وانت جاي فرقه بتنافس لو مشي والكلام على خلال يوسف لازم يمشي ولا خلال يوسف ده ما ينفعش فايلر يجيبوا فايلر يجيبوا اسم بقى طب خالد الزيتش مدرب كبير يا كابتن يا عم ده ما هناك في المغرب ما كانوش طايقين عشان بس الخناقه اللي كانت مع يا عم اسمعني احنا عايزين اللي هو يجي بص هو انت جبت المدربين البرتغاليين دولت وبتقول يطوروا الكوره طبعا بعد كيروش والناس دي انا مش واثق في الناس دي جوزيه كابتن ما هو جوزيه وهو فريرا اهو ما هو جوزيه في النادي الاهلي فلح في النادي الاهلي عشان في منظومه قويه وجابت له لعيبه وكان لبن العصفور موجود
بعد ما خرج من النادي الاهلي ما حققش اي حاجه في اي حته. هو نجي عشان النادي الاهلي، انا بكلمك تطوير الكوره، انا ماليش دعوه بقى لا اهلي ولا انا بتكلم على المنتخب. احنا عايزين منتخب مدرب. انا بص اقول لك على حاجه، انا الراجل ده اول ما تعاقدنا معاه وقالوا كويس والكلام ده ماشي، قلت ربنا يسهل، بس موضوع زياراته الانديه، طب انت بتروح الانديه تشوفها ليه؟ ما انت تتفرج على الدوريات طالما قاعد هنا. ما هو مشروع بقى كبير بقى يا كابتن. مشروع ايه وحياتك؟ السوشيال ميديا لو خسر ماتشين ورا بعض ولا مشروع ولا طيب عايز اسالك حاجه تانية خاصه بقيد اللاعبين، 30 لاعب السنه الجايه، هيبقى في 25 لاعب وخمسه مواليد 2099. فكره ان في ناس بتقول لك كمان يبقوا موجودين في السكور، يعني كابتن تجيلي قال حاجه حلوه جدا ان اللعيبه الصغيره دي لازم يبقى حتى على الاقل واحد يبقى موجود في السكور. على حسب امكانياته ومهارته واحتياجك له. يعني لو الخمسه كويسين ممكن يتحطوا في السكور، في ناس تبقى في الملعب وناس قاعده احتياطي، مش شرط يبقى واحد ولا اتنين. يعني كابتن عبد الجليل ماشي حاجه كويسه، بس انا بقول لك اقدر انا زي زياد طارق ده مثلا او نيمار، واخد بالك؟ مش دولت صغيرين بيقولوا عليهم صغيرين، بس معديين ال 22 سنه يعني كبار، بس احنا شفناهم متاخر، بس دولت خلاص يعني لازم يبقوا متواجدين في الملعب. صح، يعني لعيبه ليها بصمه، لعيبه ليها شكل. دلوقتي نيمار على فكره من اهم اضلاع مفاتيح اللعب في نادي الزمالك. صحيح، واخد بالك؟ زياد طارق الماتش اللي فات وماتش الاتحاد وماتش المحله اللي هو عمل فيه الجون الثاني كذا ماتش كده، لا موهبه تبشر، فليه ما خلوش؟ مش احسن من اللعيبه اللي كانت بتنزل؟ يعني انا لو شفت ده من سنتين ثلاثه ما كنتش جبت طار محمد طار واديت راجل زي ده، كان زمانه بيلعب منتخب مصر مثلا، او حسين الشحات او مكسيوني او بيرسيتاو او ما هو انت كل ما بياخد اهو كل ما بيثبت، سواء هو ولا نيمار ولا سيف جعفر ولا يوسف اسامه نبيه ولا تمام. واخد بالك؟ تمام. طب نطلع الفاصل كابتن، نرجع بعد الفاصل عندنا الفقره المحببه ليك، فقره نمبر 1. ماشي، نطلع لفاصل كابتن رضا معانا بعد الفاصل. بيواصل محمد عويد حارس مرمى الزمالك مسلسل تألقه مع القلعة البيضاء مباراة تلو الأخرى بعد عودته للتشكيل الأساسي بقرار من البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وبيقدم محمد عواد أداء مميز ومؤثر مع أبناء ميت عقبة في كل مباراة بيشارك فيها سواء في الدوري أو الكاس. محمد عواد لعب دور البطولة في المواجهات الأخيرة للزمالك، ومش هتنسى جماهير الأبيض دوره في التأهل لنهائي كاس مصر نسخة العام الماضي بعد ما تصدى لضربتين جزاء في لقاء أسوان في مواجهة الدور نصف النهائي، بجانب تألقه في بطولة الدوري فتصدى لضربة جزاء من أحمد علي في لقاء المقاولون العرب، وتألق في لقاء غزل المحلة وتصدى لست تسديدات داخل القائمين والعرضة من أصل 15 تسديدة، وواصل مستوى الرائع في لقاء الجونة وتصدى لثلاث تسديدات من أصل 18 تسديدة على المرمى، وحقق عواد رقم مميز مع الزمالك بيحدث للمرة الأولى هذا الموسم بعد ما خرج بشباك نظيفة في 5 مباريات على التوالي، فلم تستقبل شباكه للأهداف في مباريات المقاولون العرب وغزل المحلة وسموحة وفيوتشر وبيراميدز، وكان لتألقه دور كبير في اعتلاء الفارس الأبيض لقمة ترتيب الدوري، وأصبح قريب من التتويج باللقب الثاني على التوالي. كمان أصبح محمد عواد أحد أهم اللاعبين في تشكيلة المدرب فيريرا، فشارك صاحب الـ30 عام مع الزمالك في الموسم الجاري في 17 لقاء، حافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات واستقبل 11 هدف. ومنذ انضمام محمد عواد للزمالك في موسم 2019 توج ب5 ألقاب مع أبناء ميت عقبة، وهي الدوري الممتاز وكاس مصر مرتين والسوبر المحلي والسوبر الإفريقي، وأصبح على أعتاب حصد بطولة جديدة في ظل اقتراب الأبيض من الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.
طيب قبل ما اروح لفقره نمبر 1 مع كابتن رضا خليني اسالك سؤال مهم خاص بالدوري الممتاز يا كابتن. المباراه القادمه بالنسبه للزمالك والاهلي وبيراميدز ممكن تكون هي المباراه الحاسمه في الدوري الممتاز. يعني الزمالك هيلاعب فاركو يوم الجمعه القادمه، الاهلي قبلها هيلعب مع ايستر كامبري يوم الاربعاء القادم، وبيراميدز يوم ايضا الجمعه في نفس ميعاد نادي الزمالك هيلعب سموحه. اي فرقه هتتعادل بالذات اللي هو الاهلي او بيراميدز يبقى بعد خالص تعادل. الزمالك لو تعادل او خسر الدوري هيلاهلي في الثلاث ماتشات دول. بس في حاله فوز الاهلي وفوز بيراميدز هيبقى الفرق 4 بونت وفاضل لسه 3 ماتشات. هتلاقي الامور اتصعبت. وخلي بالك بقى ان الزمالك هيلاعب مين؟ يعني الزمالك هيلاعب الاتحاد السكندري والمصري وايستر كومباني. صحيح. واخد بالك؟ طبعا المصري في وضع صعب بعد هزيمته بالنادي الاهلي. فلازم اقل حاجه يكسب الماتش اللي هو هيلعبه، هو هيلعب يوم الايه؟ الزمالك هيلعب يوم 23 بعد لا كده؟ لا المصري يوم الخميس مع النادي الاسماعيلي. انت بتتكلم النادي الديربي او القناه. فما تعرفش مين بقى، وهيبقى ماتش صعب جدا. وعندك بيراميدز هيلاعب سموح، وبعد كده بيراميدز هيلاعب فيوتشر. فيوتشر انا بقول لك يعني الماتشات صعبه على الثلاث فرق، بس الاكتر الزمالك. لو حصل حاجه الماتش بتاع فاركو. طيب تمام، هنا اخد فقره نمبر 1 مع حضرتك كابتن. افضل لاعب في الزمالك النهارده في مباراه الاسماعيلي زيزو، عواد، مسلوسي. لا عواد النهارده. عواد. الكره طيب. الاولانيه اللي في اول دقيقه بتاعت احمد مدبولي دي تغير الدنيا كلها. افضل لاعب في الاسماعيلي النهارده كابتن مدبولي، عبد الرحمن مجدي، دونجا، باهر محمدي. باهر محمدي 1-3 خالص. افضل لاعب في الاهلي امام المقصه، لو انت اتفرجت على الماتش كابتن، ديانج ولا زياد طارق ولا رامي ربيعه؟ ما اتفرجتش. طيب انا بالنسبه لي ديانج لانه كان هايل يعني الصراحه. لاعب تتمنى انضمامه للزمالك، عبد الله السعيد، محمد بسام، عمرو السيسي. عبد الله. عبد الله. انا عندي خبر ان عبد الله فعلا انهى. لا الزمالك محتاج الحته دي. انا التعاقد مع عبد الله. طيب افضل لاعب شاف في الزمالك، يوسف اسامه نبيه، سيد نيمار، حسام عبد المجيد. سيد نيمار. سيد نيمار. اللاعب الاكثر موهبه في تاريخ نادي الاهلي، يوسف، كابتن طاهر ابو زيد، كابتن ابو تريكه، كابتن محمود الخطيب. الاكثر ايه؟ موهبه. كابتن الخطيب طبعا. كابتن الخطيب. مع الاحترام لكابتن طاهر طبعا بحبه جدا وبقدره، بس طبعا كابتن الخطيب ده. تمام. نفس الشيء بالنسبه لنادي الزمالك، كابتن حازم امام، كابتن حماد عبد اللطيف، شيكابالا. طبعا الثلاثة، بس انا عندي حماد عبد، كابتن حماد عبد اللطيف. كابتن حماد. كابتن حماد. طيب افضل لاعب خارج الاهلي والزمالك من وجهه نظرك، كابتن علي ابو جريشه، كابتن حسن الشاذلي، عبد الستار صبري. عبد الستار صبري. عبد الستار. طبعا. ده احرف واحد جه في مصر. في مصر كلها. احرف منك؟ بقول لك احرف واحد في مصر. خلاص اعترفت اهو يا جماعه، كابتن رضا اعترف ان في حد اعرف منه. لا لا ده كان ستره غير طبيعي. حظه وحش بس، كان المفروض يكمل في اوروبا بس. يعني حازم حريف، حماد عبد اللطيف حريف، وليد صلاح حريف. ده يفوقنا كلنا. كان ستايله كده. ما تعرفش بقى، انت عارف السقايين بتوع زمان اللي هو بيقعد يعمل كده. ما تعرفش رايح فين اصلا. حقيقي حقيقي. كابتن رضا انا بشكرك وبستمتع بوجودك دايما والله. حلقه هاديه النهارده. جميله. طيب جميله يا رب كل حلقات كده. يا رب ان شاء الله. الضغط والسكر وكله. نورنا كابتن دايما. واسلام مش موجود كمان. لا اسلام جميل برضه الحلقه تبقى جميل. يا راجل حقيقي يا كابتن. اشكرك يا كابتن رضا، بشكركم، وان شاء الله حلقه جديده بكره من البريمز على خير.